الله ممكن تعمل لوكال ريكوردينج عندك في اوكي بيرفكت. طيب تقريبا احنا هسه لايف. بسم الله الرحمن الرحيم، دي ان شاء الله الحلقة الثانية من سلسلة الدروس. اديني بيرميشن بس عشان تو ريكورد يا دكتور، ها اديني بيرميشن عشان تو ريكورد. انا انت المفترض تكون كو هوست. اي برضه احتياطي. هاي طيب كده انت هسه لايف وممكن تعمل الريكورد وممكن تعمل شير سكرين. سوري ياسين، انت هتكون هوست وانا هستاذنكم. تمام، شكرا يا دكتور. عافية. شكرا يا الله يكرمكم، الله يجزيكم خير، ربنا يتقبل ان شاء الله. الله يبارك فيك. يلا السلام عليكم. سلام. السلام ورحمة الله. السلام. تفضل يا دكتور نادي. الدكتور نادي اعمل انتروداكشن لدكتور عبد الله بعد داخل دكتور عبد بسم الله. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مواصلة في سلسلة محاضرات عملية في علم الأحياء الدقيقة، اليوم في الحلقة الثانية مع بروف عبد الله عثمان، فليتفضل. مشكورا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكركم جميعا على هذه الفرصة، وإن شاء الله نبدأ. أنا will share my screen وإن شاء الله will start the presentation إن شاء الله. طيب نحن last time we start speaking about اللي هو the first lesson اللي هي كانت عن how to identify your bacteria or fungi or virus, how to know your virus, and we still نحن we are speaking about how to know your microbes. But in this second يعني lecture inshallah we are going to focus on different concepts, and we are going to speak about start speaking inshallah about the concept of genome characterization. طبعا في عدد كبير من الناس بيقولوا انه نحن عملنا والله isolation لعدد مثلا من البكتيريال isolates او من الفانجاي، ويمشوا ينشروا بيبر ويقولوا والله مثلا isolation of Escherichia coli from patient مثلا with septicemia and genome characterization. What is the concept of genome characterization? What do we mean لما نحن نتكلم عن genome characterization؟ ايه هي الاشياء اللي نحن بتهمنا في الكلينيكال مايكروبيولوجي لابوراتوري؟ خلينا نشوف. اذا سالناك what should we be looking for in case of genome characterization. في بعض الناس ممكن يقولوا والله نحن let us check the genome size او number of chromosomes اذا كانت مثلا eukaryotic مثلا fungus او اي parasite، number of genes اللي موجودة في الجينوم مثلا CG contents. دي كلها يعني فعلا هي من الجينوم characterization، لكن دي it's mainly about الجينوم research not like الكلينيكال مايكروبيولوجي research. نحن في المايكروبيولوجي research usually the most two common examples or the most two common questions we need to answer. الفيرست كويتشن نحن عايزين نعرف ايه هو الميكروب اللي عامل الانفكشن، اذا كان باراسايت او اذا كان فانجس او بكتيريا. وعايزين بعد كده المرحله اللي بعدها نعرف هاو تو تريت الانفكشن، يعني عايزين نعرف اذا كان البكتيريا سسبتبل للانتي بايوتكس اللي احنا بنستعملها ولا از نوت سسبتبل. فده بالنسبه لنا الميجر تو كويتشنز اللي احنا دائما بنفكر فيها. طيب خلينا نشوف الان الاشياء اللي احنا مفترض نركز عليها في المايكروبيولوجي لابوراتوري. قبل ما نبدا نتكلم عن المايكروبس، انا بعرض الشريحه ودي اللي هي بتتكلم بصوره عامه عن علاقه الجينوتايب بالفينوتايب. كثير جدا احنا بنقول انه والله انه الفينوتايب هو عباره عن ريفليكشن او ريفليكت الجينوتايب، واحيانا بيقول انه الجينوتايب وال be definitely expressed and should be reflected في الفينوتايب. والفينوتايب بنقصد بها الشكل الظاهري بتاع الكائن الحي، إذا كان إنسان أو إذا كان حيوان أو حتى إذا كان بكتيريا أو فيروس، الشكل الظاهري والشيء اللي إحنا بنشوفه
اللي بيحصل له اكسبريشن ده هو الفينوتايب. اما الجينوتايب اللي هو التركيب بتاع الحمض النووي اذا كان دي ان اي او اذا كان ار ان اي في حاله بعض الار ان اي فيروسز. طيب نحن دائما بنقول انه الجينوتايب هو اللي بيحدد الفينوتايب وده لحد ما صحيح، لكن لابد نعرف انه الفينوتايب هو عباره عن انتراكشن ما بين الجينوتايب وما بين الانفايرومنت، وما بالضروره انه اي حاجه موجوده في الجينوتايب تو بي اكسبريست وتكون موجوده في الشكل الظاهري في الميكروب. يعني ممكن الميكروب بيكون يحمل بعض الجينات الخاصه بالانتيبايوتيك ريزيستنت لكن ما تكون اكسبريست، ويكون الميكروب سسبتبل للانتيبايوتيك بالرغم من انه بيحمل بعض الجينات اللي مفترض انها تكونفير ريزيستنت للميكروب او للانتيبايوتيكس المعين. عموما نحن رجعنا تكلمنا عن مثلا الصمب برينت. الصمب برينت دي بتتحدد بالجينوتايب او الدي ان اي اوف ذا هيومن، علشان كده نحن بنقول انه الجينز تيل ذا بودي هاو تو دو ثينجز والبودي اورجنايز اور اورجنايزز بيز اون وات جينز سي، ودي كلام لحد كبير صحيح. فخلينا نشوف نحن كيف ايه علاقه الجينوم بالشكل الظاهر. طيب خلينا نرجع للمثال اللي اخذناه المره الماضيه اللي هو الكورونا فيروس. لو بصينا على الكورونا فيروس على البارتيكل اوف ذا فيروس هنلقى زي ما شفنا المره اللي فاتت this is an involved viruses، واحده من الانفولفد فيروسز بيحتوي على اوتر انفولف وبيحتوي على النيوكليوكابسيد اللي هو بيحتوي على النيوكليك اسيد والاسوسييتد بروتينز. طيب الميكروب ده او الفيروس ده بيحتوي على استراكشر بروتينز موجوده في سطح الانفولف، بيحتوي على بروتينز معينه موجوده في النيوكليوكابسيد. فايه هو اللي بيحدد شكل البروتينز الموجوده ونوع البروتينز الموجوده؟ هو ديفينيتلي الجينوم. فيبقى نحن if you would like to characterize the coronavirus نحن we need to go inside the genome, we need to look into the genomic structure نشوف ايه هي الجينز اللي encoding الميجر structural proteins زي الاس والام والاي والان proteins. عايزين برضو نشوف الاذر جينز اللي هي coding non-structural proteins اللي موجودة داخل الكورونا فيروس بصورة عامة، بالاضافه للاذر جينز اللي مسؤوله من الجينز اللي هي الاكسسوري جينز اللي موجوده في ال 3 برايم اند اوف ذا فايرال جينوم واللي هي بتميز الكورونا فيروسز من بعض. يعني الكورونا فيروسز على مستوى الميجر استراكشر بروتينز وعلى النون استراكشر بروتينز، لكن اللي هي الكور بروتينز هم متشابهين تشابه كبير، فيهم اختلافات صحيح لكن في الغالب الجينوم اورجانيزيشن تقريبا ذا سيم. لكن في بعض الكورونا فيروس زي الكورونا فيروس 2 1 اللي هو السارس والكورونا فيروس 2 اللي هو الكوفيد 19 ديل عندهم الاثنين 8 بروتينز 8 اكسسوري بروتينز موجوده في الثيرد تيرمينس اوف ذا جينوم، في حين انه في الكوفيد اللي هو الميرس كوفي اللي هو الكورونا اللي مختص بالشرق الاوسط يحتوي على 5 بس من اللي هو من البروتينز. النمبر اوف ذيس بروتينز السيكونس والاورجنايزيشن اوف ذيس بروتينز هو ده اللي بخلي كل فيروس من الفيروسز يونيك ومختلف من الفيروس الثاني. فيبقى نحن دائما في الميكروبس بنحب نركز على البارتس من الجينوم اللي فعلا بتخلينا نقدر نعمل كاركترايزيشن. يعني إذا عايزين نحن نتكلم عن الكورونا فيروس نحن هنركز على البارت اوف ذا جينوم اللي فعلا بيميز لنا الكورونا مثلا كوفيد 19 من الكورونا اللي هو سارس كورونا فيروس من الميرس كورونا فيروس. نفس الشيء ينطبق على الانتي بايوتكس، فور اكزامبل الانتي بايوتكس ريزيستنت. نحن عارفين انه عندنا مثلا لو اخذنا البكتيريا فور اكزامبل، البكتيريا عندها مجموعة كبيرة من التارجتس وعندها عدد كبير من الانتيبايوتيك ريزيستنت جينز موجودة في البكتيريا، لكن كل واحدة من ديل تختلف اختلاف كبير من النوع الثاني. يعني مثلا لو بصينا على
الانتيبايوتكس بنلقى انه في انتيبايوتكس تارجت السيل وول بتاثر على تصنيع السيل وول، والسيل وول مهم جدا بالنسبه للبكتيريال سيلز والاستابيليتي اوف ذا بكتيريال سيلز. في بعض الانتيبايوتكس مسؤوله من الدي ان اي والار ان اي سينثيسيس، هي اللي بتاثر على الدي ان اي والار ان اي سينثيسيس. في بعضها متاثره او بتاثر في الفوليت سينثيسيس، في بعضها متعلقه بالسيل ميمبرين، في بعضها بالبروتين سينثيسيس، في بعضها عندنا يعني بعض التارجتس بيحصل لها موديفيكيشن علشان تتكون الانتيبايوتيك ريزيستنس. في بعض الانتيبايوتيك ريزيستنس بتكون عباره عن انكريز في الفلوكس بامب اللي موجوده، يعني البامبين اوت اوف انتيبايوتكس من داخل الخليه. في بعض الانتيبايوتيك ريزيستنس هي ديو للان اكتيفيتنج انزيمز اللي بتعمل ان اكتيفيشن للانتيبايوتكس. فيبقى في different antibiotics mechanism وفي different antibiotics targets بالنسبة للantibiotics. فده النوع ده من الجينوم ريسيرش، ده اللي بنسميه نحن الميكروبيال كاركترايزيشن، ده ما يتعلق بالكاركترايزيشن of the microbes. طيب let us now speak about some practical issues. يعني نحن if you would like to characterize a genome عايزين نبص مثلا على الانتيبايوتيك ريزيستنت جينز، او عايزين نشوف بعض الجينز اللي بنقدر نحن نعمل بها يعني تايبين للميكروب، او عايزين نشوف بعض الجينز اللي بتحدد لنا بعض الفينوتيبك فيتشرز اللي ممكن نعمل لها بريدكشن عن طريق الجينوم داتا. نحن وي نيد فيرست تو اندرستاند الديفرنت تايبس اوف سيكونس داتا، يعني لابد نفهم الداتا اللي نحن محتاجينها. وانا حديكم اكزامبل ان شاء الله براكتيكال اكزامبل اثناء البرزنتيشن توداي، حوريكم انه معرفه السيكونس داتا مهم جدا في البرفورمانس بتاع اي جينوم كاركترايزيشن باستعمال الدي ان اي سيكونس داتا. طيب لو اخذنا مثال للالومينا بلاتفورم، وتحديدا الالومينا ماي سيك، الالومينا كلها إذا كانت الماي سيك أو الميني سيك أو الهاي سيك أو النوفو سيك كلها بتطلع نفس النوع من الداتا، لكن إحنا هناخد إكزامبل هو الماي سيك، لكنهم في الأخير عندهم نفس السيكونس داتا. اللومينا بلاتفورمز إن جنرال مثال للماي سيك بتدينا نوع من الداتا اللي إحنا بنسميها الرو سيكونس ريدز أو الرو سيكونس داتا، ودي دائما بتكون في فورمات بنسميها الفاستا كيو فايل فورمات، الفاستا كيو فايل فورمات. والفاستا كيو فايل لكل سيكونس ران ممكن يكون عباره عن سنجل ريد او يكون عباره عن تو ريدز، يعني ممكن يكون عندنا ريد 1 ويكون عندنا ريد 2، بمعنى انه نحن كل عينه بنعمل لها سيكونسين بيكون ريبريزنتد ب two fasta queue files، واحد بيكون read one و read two. ده إذا نحن استعملنا library بتاعتنا كانت paired end library. أحيانا في بعض الاكسبيرمنتس ممكن نعمل single يعني library بدل تكون paired end تكون single end، فبالتالي حيكون عندنا fasta queue file واحد لكل عينة. طيب ده واحد من الأنواع المهمة جدا من أنواع sequence data اللي نحن ممكن نستعملها to characterize البكتيريال أو الفنجل أو الفيرال جينومز، اسمه إيه؟ اسمه الفاستا كيو فايل. طيب في عندنا نوع تاني من الـ DNA sequence files بنسميه الفاستا فايل، النوع الأول اسمه فاستا كيو والنوع الثاني اسمه فاستا فايل، وده دائما بيكون عبارة عن assembled genome، يعني ما بيكون raw sequence data وإنما بتكون raw sequence data عملنا لها assembly فأدتنا فاستا فورمات. طيب برغم انه it seems the same لكن لابد ان احنا نفهم our tools، لانه التولز بتاعتنا في تولز بتشتغل بالفاستا كيو فايلز وفي تولز تانية بتشتغل بالفاستا. طيب خلينا ناخد مثال. suppose انه نحنا we are performing a DNA sequencing from a pure isolated bacterium، يعني عندنا بكتيريا clinical isolate عزلناه في المختبر وعندنا pure culture عايزين نعمل منها whole genome sequencing.
في احتمال تاني انه ما يكون isolated bacterium وانما تكون عبارة عن clinical sample زي مثلا blood sample او ممكن تكون عينة بتاعت swab مثلا من بص او ممكن تكون urine sample او ممكن تكون nasopharyngeal sample او throat sample اي نوع من clinical samples ممكن احنا نستعملها مباشرة for DNA sequencing. والمرة الماضية احنا تكلمنا عن انه السيكونسين ممكن يكون تارجت جين سيكونسين وممكن يكون هول جينوم سيكونسين من بيور ايسوليتد سيلز وممكن يكون ميتاجينوميك سيكونسين من لايك ا كلينيكال سامبل او انفايرمنتال سامبل اللي هي بتحتوي على ميكشر اوف ديفرنت دي ان اي كامينج فروم ذا ديفرنت سيلز اللي موجوده داخل العينه. خلينا نفترض ان احنا الان عندنا بيور يعني كلشر وعملنا منها DNA sequencing أو عندنا DNA sequence reads coming directly from clinical sample. في الحالتين نحن بنحتاج إنه نحن تشيك السيكونس كواليتي وبنحتاج إنه نعمل حاجة اسمها contamination removal أو contamination trimming يعني نعمل quality trimming ونعمل contamination removal to trim بعض contaminant sequences اللي بتكون موجودة في السيكونس داتا. طيب لو نحن عايزين نعمل سيكونس كواليتي تشيك لابد نعرف نوع الداتا اللي المفروض نستعملها. في الحاله دي لابد نستعمل الفاست كيو فايل اللي هو بيجي من السيكونس ماشين وممكن نستعمل تول زي الفاست كيو سي. الفاست كيو سي هي عباره عن تول تستعمل تو ديتيرمين الكواليتي اوف ذا سيكونس داتا و الديتيرمينيشن اوف ذس كواليتي بيحتاج انه يكون عندنا فاست كيو فايل اللي هو الملف اللي بيحتوي على السيكونس كواليتي سكورز. طيب معنى كده انه احنا لو ارسلنا عينه فور دي ان اي سيكونسينج لابد نكون عارفين ايه هي نوع الداتا اللي احنا عايزين نحصل عليها. لو احنا طلبنا من الشركه اللي بتعمل لنا سيكونسين او من السيكونسين سنتر انه يدينا الاسامبل جينوم يدينا الاسامبلد سيكونسز حيدينا ملف في شكل فاستا فايل. الفاستا فايل ما بيحتوي على اي كواليتي سكورز وبالتالي نحن وي كان نوت تشيك الكواليتي اوف اور سيكونس داتا. اف وي نيد تو تشيك ذا كواليتي اوف ذا سيكونس داتا نحن وي نيد تو ستارت فروم ذا فاستا كيو فايل نوت فروم ذا فاستا فايل. برضو اذا كان نحن عندنا بعض الكونتامينانت سيكونسز يعني احنا متوقعين انه مثلا الادابترز اللي استعملناها فور سيكونسين ما حصل لها بروبر تريمين او اذا كان احنا متوقعين انه الكواليتي اوف ذا سيكونس داتا نفسها ما هي جيده احنا وي نيد تو تريم اللو كواليتي سيكونسز فاحنا محتاجين يكون عندنا الفاستا كيو فايل وي كان نوت ورك فروم الفاستا فايل. فلذلك دي من الأشياء المهمة لأنه أحيانا ممكن في بعض الناس يكونوا ما أمينين ترسل عينتك لوحدة من السيكونسينج سنتر ويكون الكواليتي اوف ذا سيكونس داتا ما هي جيدة فيقوموا يخفوا عنك الفاستا كيو فايل ويرسلوا لك الفاستا فايل فقط ويقول لك احنا عملنا لك اسمبلي والرولز بتقول انه garbage in garbage out. If you use a bad quality sequence data you are going to have a very bad quality اللي هو جينوم اسامبلي. ف we should be very careful انه when we handle sequence data انه احنا we do have the right type of files. طيب نفترض انه احنا الان عندنا زي ما قلنا sequence data coming from pure isolated bacteria او عندنا sequence data coming from a clinical specimen. في اي حال من الاحوال if we check the quality خلاص احنا we need انه احنا to assemble the genome. فالاسامبلي او المابن لريفرنس جينوم شود ستارت فروم ا فاستا كيو فايل اولسو وده بيدينا في الاخير بيدينا الفاستا فايل. طيب ويتش تول وي شود يوز فور اسامبلي اند ويتش تول وي شود يوز فور مابن ده برضو بيعتمد على نوع السيكونس داتا الكيمستري اللي احنا استعملناها. في بعض التولز ديزايند فور الومينا سيكونس داتا في بعض التولز ممكن تستعمل في other type of sequence data. فنحن we need to be very careful about selecting the right tools and the right sequence data. طيب
المرة الماضية يا إخوان لو تتذكروا نحن تكلمنا عن التولز اللي نحن بنستعملها for species identification، وتكلمنا عن نوعين من التولز. تكلمنا عن التولز اللي هي زي species finder للبكتيريال species identification باستعمال 16S ribosomal DNA sequences، وبرضو تكلمنا عن الكاميرا identification وقلنا نحن ممكن نعمل prediction of the microbial species using the fast camera algorithm، وعرفنا انه نحن this tool can be used for prediction of identity of species، وعرفنا انه دي لانها خاصه بال 16S فهي خاصه بال identification of bacteria، وعرفنا ان احنا برضو ممكن نستعمل different markers for identification of fungi for example، وبالنسبه للفيروسز ممكن نعمل blast الجينوم مباشره لانه البلاست اوف جينوم فيروس از بوسيبل لانه احنا ديلينج ويز سمول جينوم سايزز. طيب اليوم ان شاء الله حنضرب برضو بعض الامثله وحنواصل في بعض التولز الثانيه اللي احنا بنستعملها تو كاركترايز الجينوم بيوند ذا سبيشيز ليفل. احنا عرفنا انه بال 16S فور اكزامبل وي كان بريدكت السبيشيز في البكتيريا، وي كان يوز الاي تي اس تو سيكونسز تو بريدكت fungal species، ممكن نستعمل البلاست جينوم علشان to predict الفيرال جينومز، لكن let's الآن speak about البكتيريا واليست ونشوف ان احنا ممكن even نمشي beyond ال species level باستعمال مثلا المالتي لوكس sequence typing انه نحن نعمل typing للبكتيريا او لليست باستعمال بعض الهاوسكيبنج جينز ودي بنسميها المالتي لوكس sequence typing. برضو ممكن نعمل profiling للجينوم باستعمال البلازميد فايندر، والبلازميد فايندر will identify البلازميدز الموجودة في التوتال أو البارشيال sequenced isolates of bacteria. ممكن نعمل برضو حاجة بيسموها اللي هو المالتي لوكس sequence typing of plasmids، يعني plasmid multi locus sequence typing، وممكن نعمل multi locus sequence typing بس على الكور جينوم وما ندخل في التايبنج اي اكسسوري جينز. فهنا الكاركترايزيشن is going beyond the species level and for a purpose، خصوصا في الكلينيكال مايكروبيولوجي نحن we need to characterize البكتيريا علشان نعرف ال different genotypes الديفرنت مالتي لوكال سيكونس تايبس، لانه بتفيدنا في الكلينيكال ابديميولوجي، بنقدر نعرف تريس السورس اوف ذا انفكشن، بنقدر نعرف انه في بعض الجينو تايبس او السيكونس تايبس مرتبطه بنوع معين من الفيريولنس جينز او بالانتيبايوتيك ريزيستنت جينز، ففيدنا جدا ان احنا مش نقول بس ان هي فور اكزامبل شليشيا كولاي او كليفسيلا نيموني، لا ما يكفي كده، ان احنا وي نيد تو جو بيوند السبيشيز انه نحن نعمل مور كاركترايزيشن للايسوليتس، ودي كلينيكالي ريليفنت، يعني وي دونت دو ات اونلي فور ريسيرش، وي دو ات اولسو كلينيكالي لانه عندها معنى، وحنحاول نضرب بعض الامثله ان شاء الله. طيب اتذكروا انه نحن وين وي يوز ذيس تولز اتس نوت اونلي، يعني اتس نوت اولويز نيسيسيرلي انه نحن وي ار بريدكتينج ذا سيم اور ذا نون سيروتايبس او جينوتايبس. Sometimes even we can predict genotypes which has not been reported before. We can also predict serotypes. Yes, I say serotypes. Although إنه نحنا عارفين إنه serotypes دائما نحنا بنعمل لها prediction أو identification باستعمال anti-سيرة، لكن still نحنا we can use the genome sequence data to predict the serotypes by looking or by searching for the genes that encode these proteins, which is we are currently using for serotype. طيب just to give you an example, إنه sometimes we can find anopheles sequence types which has not been detected before using the same set of housekeeping genes which used for the multilocus sequence type of particular bacteria. For example, these are the housekeeping genes used for multilocus sequence typing of Acinetobacter biomani. And what we did, we found three novel serotypes were found among seven isolates. So seven isolates out of 40 isolates
were sequenced, and these seven isolates were found to be belonging to a new sequence types. And this new sequence type has been submitted to the BUB multi-local sequence type database, which is the very famous database used for multi-local sequence typing. السيكونس تايبس الجديده اللي has been assigned اللي هي سيكونس تايب اللي هو 1286 and 1287 and 1288. فيبقى when you deal clinically with clinical isolate, remember in sometimes you are going to find the same genome characters the previous state described اللي هي genome features, or sometimes you might find novel genome features as well. طيب let us take an example of a result of multi-locus sequence typing and also a result of plasmid profiling, just to have an example how it works. Type. If we click in this link, you are going to go to the Center for Genomic Epidemiology. And this is one of the isolates, which is isolate number 417, Acinetobacter biomani strain 417, which has been found to be belonging to a new sero or to a new multi-locus sequence type. And as I told you, this sequence type has been discovered like few years back, and it has been submitted to the database. علشان كده الآن أي isolate عنده نفس sequence type, أول ما تعمل له analysis حتلقاه إنه طلع لك إنه sequence type تبعه اللي هو 1286 أو 87 أو 88, وكل ما في أي مختبر بيكتشف new multi-locus sequence type بيضيفوه للداتابيز والأرقام دي بتزيد. طيب هنا لاحظوا الآن إنه أنا I'm resubmitting الجوب مرة تانية, يعني الداتا دي هي نفس الداتا اللي إحنا استعملناها اللي هو to predict a new sequence type, وإحنا الآن استعملناها مرة تانية. عشان كده لو تلاحظوا الـ identity والسيميلاريتي is 100%, الـ coverage 100% والـ identity 100% ل this allelic profile اللي هو البروفايل اللي هو allele 60B اللي هو 62 3 135 2 3, ده بنسميه الallelic profile اللي على أساسه بيصنفوا السيكونس تايب إن هي مثلا تايب 1 أو 2 أو 3 etc. ولاحظوا إنه database this is a growing database, كل ما يكتشفوا a new allelic profile بيضيفوا لي الداتابيس. طيب انا الان رجعت مره ثانيه للريزلتس بتاعت المالتي لوكال سيكونس تايب والبلازميد بروفايل. خلينا ناخذ مثال ثاني. طيب المثال الثاني ده اللي هو عباره عن, لاحظوا انه ده عباره عن بلازميد فايندر, حاولنا انه تبريدكت البلازميد بروفايل في ايسوليت اللي هو يورينري ايسوليت اللي هو isolate U19. والايسوليت ده باي ذا واي كان عباره عن ايسوليت اوف شريشيا كولاي, لكن لو تلاحظوا انه لما حاولنا تو بريدكت البلازميدز ما لقينا اي بلازميدز, والسبب بسيط جدا, لانه نحن لما جينا عملنا البريدكشن استعملنا رونج داتابيس. فيبقى نحن وين وي بريدكت اي فيتشر وي نيد تو بي شور انه وي ار يوزينج ذا كوريكت ريفرنس داتابيس, لانه ما ممكن اكون انا بفتش على البلازميدز الريبورتد في الجرام بوزيتيف واكون شغال بالداتابيس بتاعت الجرام نيجاتيف, ما حلقى حاجه ببساطه. وده نفس الشيء اللي حصل هنا, انا اي واز تراين تو بريدكت البلازميدز اللي موجوده في شريشة كولاي, لكن استعملت رونج داتابيس اللي هي جرام بوزيتيف. فشي طبيعي انه ما يكون في اي سيميلاريتي لكل الديفرنت تايبس اوف بروتين فاميليز, عفوا البلازميد فاميليز اللي متوقعين نلقاها في الجرام بوزيتيف بكتيريا. طيب لو حاولنا نشوف الكوريكت داتابيز هي دي, فده نفس السيت اوف داتا اللي هو الايسوليت U19 اللي هو شريشة كولاي, لكن this type نحن we perform analysis using the correct database اللي هي database of Enterobacteriaceae اللي بتحتوي على كل البلازميدز family
الميجر بلازميد فاميليز. فهنا قدرنا نكتشف انه في 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 بلازميدز معروفه وعندها هاي ديجري اوف سيميلاريتي. وهنا قدرنا نعرف انه الاكسشن نمبر في الان سي بي اي داتابيز لكل بلازميد موجود هنا. وهنا بورينا في البوزيشن اوف ذيس بلازميدز في الكونتكست. الكونتكست اللي هي القطع من الدي ان اي فراجمنتس اللي بتكون موجوده في الملف اللي احنا استعملناه. طيب السؤال هنا اللي بيطرح نفسه انه هل احنا استعملنا الكوريكت داتابيز؟ يس استعملنا الكوريكت داتابيز، لكن هل استعملنا الكوريكت سيكونس داتا؟ يس وي اولسو يوزد الكوريكت سيكونس داتا، لانه استعملنا اللي هي فاستا فايل، والفاستا فايل هنلقاه موجود في الديسكريبشن اوف ذيس تول، انه ذيس تول وركس ويز اسامبل جينوم ان فاستا فورمات. لكن احيانا بيكون في الديسكريبشن اوف ذا تول بيقول لك انه ذيس تول كانوت بي يوزد مع الفاستا فايل، وانما نحن بنحتاج نستعمل ديفرنت فورماتس، وحنتكلم عن الموضوع ده ان شاء الله كمثال ان فيو مينتس ان شاء الله. طيب في اشياء تانية غير المالتي لوكال سيكونس تايب، غير البلازميدز، في اشياء كثيره جدا احنا ممكن نعملها كاركترايزيشن في الميكروبيال جينومز، including for example specific tools for specific bacteria. For example we can use اللي هو حاجة اسمها ال6-0، وال6-0 is a specialized tool for the prediction of salmonella serotypes. Yes, we are speaking about serotypes not genotypes، لأنه السالمونيلا معروف إنه الكلاسيكال identification of clinically relevant salmonella isolates بيعتمد على السيروتايبين. يعني if you are isolating salmonella from blood or from urine or from stool or from any other clinical specimen and you want to be sure إنه this salmonella isolate is a pathogenic salmonella you need to predict the serotype. علشان كده الكلاسيفيكيشن الان بيجا بتاع السالمونيلا زي ما انتم عارفين بنقول سالمونيلا انتريديتس سب سبيشيز انتريديتس سيرو تايب فور اكزامبل اي او سيرو تايب بي او سيرو تايب سي وات ايفر اكوردنج للسيرو تايبس اللي نحن متوقعينها. فيبقى السالمونيلا ما بنقدر نعتمد على البايوكيميكال تيست فور ايدنتيفيكيشن ولا حتى على 16 اس دي ان اي سيكونسينج فور بريدكشن of the pathogenic serotypes. يعني حتى لو عرفنا الاسبيشيز انها السالمونيلا باستعمال السيكونسينج، والسيكونسينج هنا في الغالب حيكون بيزد على اللي هو 16S ريبوزوم الدي ان اي، ده لوحده ما يكفي. نحتاج ان احنا نبص على other part of the genome اللي هي الجينز اللي بتعمل production للديفرنت H antigen و O antigen اللي احنا بنستعملها to predict the serotypes. يبقى نحن لو مثلا شغالين على السالمونيلا تايفي مفترض نفتش على الاو انتيجين من النوع A اللي هو A. اذا عايزين مثلا شغالين على السالمونيلا براتايفي B مفترض نلقى الجين اللي بيعمل انكودين للسوماتيك انتيجين اللي هو من نوع B. فيبقى نحن we need to predict السيروتايبس باستعمال السيكونس داتا. فيبقى هنا السيكونس داتا it's not only about just looking into number of genes and CG contents and these general terms. We need to go for specific markers for identification, specific markers that predict the serotype, specific markers that predict the pathogenicity, specific markers that characterize the plasmids اللي موجودة, the antibiotic resistant genes, the multilocal sequence types, etc. يعني في أشياء كثيرة عندها أهمية طبية في clinical microbiology laboratory can be predicted using the genome sequence data. واحدة من الأمثلة الثانية اللي هي في الستافيلوكوكس أوريس. نعرف إنه الستافيلوكوكس أوريس مكروب مهم، والمكروب ده الستافيلوكوكس أوريس بيحتوي على حاجة اسمها البروتين A. وبروتين A هو واحد من الباثوجينيسيتي determinants of الستافيلوكوكس أوريس. دائما الستافيلوكوكس اوريس بتكون باثوجينيك لعدد من الفيريولنت فاكتورز، منها البروتين A اللي هو بيمنع العمليه بتاعه الفاجوسايتوزيس،
ليه؟ لانه بيتحد بالاف سي بورشن اوف ذا انتي بوديز وبيمنع الاوبسونايزيشن. فوجدوا انه البروتين A في الستاف اوريس عنده ديفرنت تايبس، والديفرنت تايبس برضه بتحدد الديجري اوف ذا باثوجينيسيتي. ووجدوا انه في certain number of repeats في بروتين A بتساعد على البيتر اكسبريشن وعلى البيتر فانكشن اوف ذا بروتين A، وبالتالي وجدوا انه في ارتباط بين certain بروتين A تايبس وبين الايسوليتس من الاستافيلوكوكس اوريس اللي عندها مقدره تعمل اوت بريك، بالمقارنه مع الاستافيلوكوكس اوريس اللي ممكن تعمل انفكشن لكن تعمل سبوروديك انفكشنز. فيبقى عندنا تولز في البايوانفورماتيكس ممكن نستعملها تو بريدكت الاستافيلوكوكس اوريس بروتين A تايب، ودي واحده من التولز دي، وان شاء الله هنستعمل التولز دي نعمل عليها بعض الاكزامبلز وعلى غيرها من التولز اللي موجوده في الشريحه دي اللي هي بتاعت السيروتايبنج والبروتين A تايبس. ان شاء الله بنيجي نتكلم عن الهوسبر كلينيكال ابيديمولوجي وعلى التولز اللي بتساعدنا انه احنا تو بريدكت السورس اوف ذا انفكشن. نفس اللي تكلمنا عنه في السالمونيلا برضو ينطبق على الاشريشة كولاي، انه الاشريشة كولاي ما كلها بتعمل يورين تراكت انفكشن وما كلها بتعمل دياريال ديزيزز. حتى في الدياريال ديزيزز بتعمل ديفرنت تايبس اوف دياريا ديبندن على الديفرنت سيرو تايبس اللي موجوده في الـ في الـ في حول الانسان. فيبقى برضو من الاشياء المهمه جدا في الاشريشة كولاي انه نوت اونلي انك تو سي ان هي اشريشة كولاي ايزر بيست على البيوكيميكال تيستين او على اللي هو السكستين اس رايبوزومال دي ان اي، ستيل وي نيد نحن تو كاركترايز الجينوم مور اند مور جاست باي لوكينج فور اكزامبل فور ذا ديفرنت سيروتايبس. والسيروتايبين في الشريشة كولاي از فيري تاف، فيري ديفيكلت وين يو يوز ات وين يو بيرفورم ات يوزينج ا كونفشنال سيروتايبين ميثودز، لانه يو نيد تو سكرين سو ماني يعني sets and sets of anti-sero. لكن the good يعني news إنه you can do this using the whole genome sequence data. You can use tools like a serotype finder that predict the different serotypes في الإشريشة كولاي. And this will tell you إنه هل الأيسوليت اللي أنت عزلته for example من الستول هل هو من الديريجينيك strains ولا not a diarrheic strain، يعني هل الاسترين ده ممكن يكون مرتبط بالدارية ولا انه بس جزء من النورمال فلورا اوف ذا جي اي تي تراكت. طيب نفس الشيء ينطبق على الفيمبريا تايب، ينطبق على البريدكشن اوف اوسو ذا سيدوموناس ليجينوزا سيروتايبس. عندنا ديفرنت تولز ونتمنى ان شاء الله نلقى وقت نستعملها ونجرب كيف البريدكشن اوف ذيس سيروتايبس وال different phenotypic features باستعمال الجينوم سيكونس داتا. طيب for today ان شاء الله حنركز على يعني area مختلفه من الجينوم characterization وهي مهمه جدا، هي البريدكشن اوف الانتيبايوتيك ريزيستنت جينز. والانتيبايوتيك طبعا ريزيستنت جينز لو تكلمنا عن البكتيريا فيها انواع كثيره، في بعض الانتيبايوتيك ريزيستنت جينز بنسميها الاكويرد ريزيستنت جينز، بمعنى الجينز المكتسبة، فدي عبارة عن جينز بتكتسب البكتيريا أثناء حياتها. وفي أنواع تانية من الأنتيبيوتيك ريزيستنت جينز هي عبارة عن هي بنسميها البرايمري ريزيستنت أو بنسميها الانهيريتد ريزيستنس، ودي بتكون موجودة بطبيعة المايكرو أورجانيزم بطبيعة البكتيريا. يعني في أنواع من البكتيريا هي ناتشرالي عندها ناتشرال ريزيستنت لبعض الأنتيبيوتيكس، يعني ما بتحتاج انها تو اكوير ريزيستنس، في حين انه في جزء كبير جدا من الانتيبايوتيك ريزيستنس هي ديو للاكويرد ريزيستنت جينز. ودائما الاكويرد ريزيستنت جينز بتحصل في حاله اللي هو اللي ما يسمى بالهوريزونتال جين ترانسفير او ما يسمى بالهوريزونتال بكتيريال ايفولوشن، وده اثناء البكتيريا اثناء حياه البكتيريا بتكتسب صفات جديدة وبيحصل exchange للجينز وبيحصل جين ترانسفير من بكتيريا لأخرى، يا يعني إما عن طريق اللي هو الconjugation أو عن طريق اللي هو transformation أو عن طريق transduction بواسطة البكتيريوفاجز. والثلاثة أنواع دي من الجين ترانسفير بيسموها اللي هو الهوريزونتال
جين ترانسفير. في نوع ثاني طبعا من البكتيريا ايفولوشن بيسموه الفيرتيكال ايفولوشن، وفي الفيرتيكال ايفولوشن غالبا بيكون في سبونتينيوس ميوتيشنز، بيحصل لها سيلكشن بواسطه البكتيريا وبتبدا تنتقل من جنريشن لجنريشن اثناء انقسام الخليه البكتيريه. فيبقى لما نيجي نعمل كاركترايزيشن مفترض برضو نعرف نحن شغالين على ويتش داتا بيس، لانه احيانا بتكون في داتا بيس خاصه بالاكويرد ريزيستنت جينز، وفي داتا بيس بتكون خاصه باللي هو بالميوتيشنز اللي ادت الى ريزيستنت، وفي بعضها بتكون خاصه بالميوتيشن الموجوده في الكروموزومز، في بعضها الميوتيشنز اللي ممكن تكون في الاذر جينز اللي بتكون كارد على البلازميدز. فيبقى من التولز بتاعتنا مختلفه. فمثلا في عندنا مثال لتول واحده من التولز المشهوره اسمها الريس فايندر، والريس فايندر ايدنتيفاي الاكويرد انتيبايوتيك ريزيستنت جينز. وفي حاجه ثانيه اسمها الريس فايندر اللي هي الاف جي، ودي بتتكلم عن الفانكشنال ميتاجينوميك انتيبايوتيك ريزيستنت ديتيرمينانتس، ودي بتختلف من الاكويرد ريزيستنت جينز. في بعض التولز خاصه ببعض انواع الريزيستنت، ببعض انواع الانتيبايوتكس بمكروبات محدده، يعني زي ال LRE فايندر ده بيعمل انتكيشن للجينز والميوتيشنز اللي تؤدي الى اللينوزيليد ريزيستنت في الانتيرو كوكاي، وهناخد مثال على دي نشوفه. وبرضو الكيمر الجوريزم برضو جانا هنا في الانتيبايوتيك ريزيستنت، احنا استعملناه المره الماضيه في الانتكيشن اوف بكتيريا، الانتكيشن اوف فيروسز، الانتكيشن اوف فانجاي، هنا برضو بنستعمله تو بريدكت الريزيستنت. فهو الكيمر الجوريزم بنستعمله تو ايدنتيفاي الاكوير ريزيستنت جينز يوزين الكيمر الجوريزم. وهنا ما بنستعمل كيمر الجوريزم، وانما هنا في تو ديفرنت تايبس اوف تولز، في تولز بتعمل نيوكليوتايد بلاست، وفي بعضها بتعمل انوتيشن للسيكونس، وبعدها بتعمل بلاست للبروتين سيكونس على الداتابيس. anyway it is almost the same concept، لكن الكيمر الجوريزم is something different. طيب خلينا ناخد two examples، one example for a risk finder another example for a كيمر resistant، ونحاول نشوف how antibiotic resistant genes will be predicted. طيب انا will click on the first result اللي هي of the risk finder، و لاحظوا هنا انه انا عندي الان الريس فايندر الانبوت فايل كان عباره عن اللي هو u41context.fast، وده عباره عن فاستا فايل، ده عباره عن اسامبل جينوم. الايسوليت كان كليبسيلا نيموني، وكليبسيلا نيموني ايديفيكيشن عرفناه بالفينوتيبك وبالجينوتيبك ميثودز، عرفناه باستعمال اللي هو الوحده من Automated Identification System جهاز اسمه الفايتيك 2، وبعدها عملنا Whole Genome Sequencing واستعملنا Sequence Data to predict the species عن طريق اللي هو Species Finder Tool اللي بيعتمد على 16S Ribosomal DNA. طيب when we did the test using the Risk Finder to look for the acquired resistant genes، دي هي كانت النتيجة. لاحظوا انه الداتابيس في داتابيس خاصة بالفانكومايسين ريزيستنت اللي هي الجلايكوبيبتايدز، وفي خاصة بالميوبريسين. لاحظوا ان الاثنين ما تم اكتشاف فيهم اي ريزيستنت، وده شيء طبيعي ومتوقع. ليه؟ لانه الفانكومايسين ريزيستنت والميوبريسين ريزيستنت بتكون اكثر في او بتكون عادة في الجرام بوزيتيف بكتيريا، ما في الجرام نيجاتيف. فشي طبيعي انه الايسوليت تبعنا اللي هو الكليبسيلا نيموني ما يكون عنده اي انتيبايوتيك ريزيستنت جينز وين وي يوز الانتي ميكروبيال اللي هو الفانكومايسين والميبروسين فروم ذيس كلاسز اوف انتيبايوتكس. طيب لكن كان في ريزيستنت للتوبرامايسين، ودي واحده من الامينو جلايكوسايد. في اذر امينو جلايكوسايدز برضه كانت ريزيستنت ليها، في بعض الامينو جلايكوسايد كانت سسبتبل، او at least ما كان في resistant genes موجودة. ما نقدر نقول susceptible لانه قد تكون clinically هي او microbiologically تكون resistant، لكنها ما في genes موجودة في الداتابيز مرتبطة بالنوع ده من الresistant. لقينا في genes خاصة بالامبسيلين
ريزيستنت، ودي واحده من البيتا لاكتمز، وبرضه السلفانومايتس زي السلفاميثوكسازول، ودي واحده من الفوليت باسوي الانتاجونست. فكان في سال 1، وسال 1 ده مشهور جدا في الجرام نيجاتيف، في سال 1 وفي سال 2، دي الجينز اللي المسؤوله من الريزيستنت. طيب في برضو other types of resistance زي الكوينبريستين، والكوينبريستين هو في الغالب نحن نستعمله الجرام بوزيتيف بكتيريا، لكن هو من مجموعة اسمها الستريبتوغرامينز which is basically used for resistant staph aureus، لكن برضو ممكن يعني ممكن تكون البكتيريا من الجرام نيجاتيف تكون برضو مقاومة له وتكون الجينز موجودة. والقائمة تطول، لكن عايزين بس نركز على فور اكزامبل على الامبسيلين. هنا التولز بتورينا انه والله الامبسيلين كانت في جينز لها مقاومة، يعني كل الجينز دي اللي تم اكتشافها في الايسوليت الواحد ده كلها كان كونفير ريزيستنت للامبسيلين. يعني لو لاحظتوا هنا بتلقوا البيتا لاكتيميز الشيف جينز، بتلقوا البيتا لاكتيميز الاوكسا 1، والأوكسا 1 ده طبعا أول واحد اكتشفوه في الأسيروتوباكتر، في مثلا الشيف 25، في السي تي ام أو السي تي اكس ام 15، وده معروف إنه بيعمل ريزيستنت للأسيفالوسبوريز، بيعمل اكستندد سبيكترم بيتا لاكتيميز ريزيستنت. وفي التيم برضو دي من أوائل الجينز اللي كانت بتعمل انكودين للسيفالوسبورين ريزيستنت. فلان هي بتعمل انكودين للسيفالوسبورين، هي باي ديفولت ويل اولسو هايدرولايز الامبسيلين، لانه كلهم من البيتا لاكتام انتي بايتيك. وكمان من الجينز الموجوده هنا لقينا برضو اللي هو البيتا لاكتيميز الان دي ام 1، والان دي ام 1 اللي هي نيودل هي ميتالو بيتا لاكتيميز، ودي بالإضافة للباك بيتا لاكتيميز العادية زي البنسلينز زي السيفالوسبورينز برضو يتكونفير ريزيستن للكاربينيمز. فيبقى باستعمال الجينوم سيكونس ديتا نحن قدرنا نعمل فول كاركترايزيشن للأنتيبايوتيك ريزيستن باترن للأكويرد ريزيستن جينز اللي موجودة في الديفرنت كلاسز من الأنتيبايوتيكس. وقدرنا كمان إنه التول تعمل لنا انتربريتيشن ل الجينيتيك باك جراوند المرتبطه بكل انتي ميكروبيال ايجنت موجود في التيبل. مثلا ممكن ننزل شويه كده نشوف مثلا زي اللي هي الكاربينيمز، مثلا نشوف اذا في كاربينيمز هنا. طيب مثلا السي في بيم في الكاربينيمز هنا، لاحظوا هنا الكاربينيمز. طيب فلاحظوا الكاربينيمز هنا اتضح ان هي ريزيستنت، ودي الجينز اللي تم يعني اكتشافها وجودها. وهنا مثلا وين كان هنا ما موجود الان دي ام، لكن الان دي ام هو واحده من الجينز المسؤوله برضو من الكاربينيوم ريزيستنت. طيب فهو التيبل يطول، ودي كلها عباره عن ديفرنت ريزيستنت جينز تم اكتشافها بس باستعمال وان تول ذات بريدكت اللي هو الاكويرد ريزيستنت. طيب نرجع نقارن نشوف التولز الثانيه. نحن الان استعملنا الريسك فايندر، شفنا الريزلتس من الريسك فايندر، خلينا نشوف الريزلتس من الكامل ريزيستنت. طيب في الكامل ريزيستنت برضه حيكون عندنا ديفرنت تمبليتس. التمبليتس هي عباره عن الانتي بايوتيك ريزيستنت جينز اللي موجوده في نفس الايسوليت اللي هو يو 41 اللي هو الكليبسيلا ايسوليت. هنا بيورينا كل الجينز اللي عندها هاي سكور، اللي عندها يعني اللي هي التمبليت ايدنتيتي بتاعتها مرتفعه والتمبليت كفرج مرتفعه. وانا ممكن اوريها لكم في تيبل. طب لو بصينا على التيبل ده نفس الداتا اللي شفناها الان قبل شويه، لكن يعني بيتر اورجنايز في اكسل شيت. ولاحظوا هنا في الكولوم A بنشوف التمبليتس المختلفة، يعني الجينز المختلفة وكل جين معاه الاكسيشن نمبر. هنا بنشوف السكور اوف ايدنتيفيكيشن، ودي الكولومز اللي بتهمنا اكتر حاجة اللي هي التمبليت كفرج والتمبليت
similarity. يعني هنا التمبليت ايدنتيفيكيشن او الاي دي اللي هو ده هاو ماتش السيميلاريتي بتوين الكويري اللي هي اللي احنا عملنا لها سبمشن والداتابيس. فهنا لو لاحظتوا مثلا في المظله اللي باللون الاصفر هنا هنلقى انه عندنا اللي هو الان دي ام 1 والبيتا لاكتيميز السي تي اكس ام 15 الاثنين عندهم سيميلاريتي اي دي اوف 100% وتمبليت كفرج اوف 100%. ده بياكد لنا تماما انه التو جينز ديل موجودين في الايسوليت اللي هو الكليبسيلا اللي جاي من اليورين. واذا كان عندنا نحن ايسوليت فيها تو جينز ديل معناتها الميكروب ده اول حاجه بيتا اكستندد سبيكترم بيتا لاكتيميز والشيء الثاني هو عنده كاربينيمم ريزيستنت ات ذا سيم تايم لانه الان دي ام 1 ده هيؤدي الى ريزيستنت الكاربينيمز. ولو كان براو لو كان معه حتى لو كان لوحده بيعمل ريزيستنت السي تي اكس ام 15 لو كان لوحده ده بيدينا برضه اكستندد سبيكترم بيتا لاكتيميز ايسوليت. ده بيعني انه كل البنسلينز كل السيفالوسبورينز ما ممكن تستعمل لعلاج المريض ده. اذا اكتشفنا واحده من الجينز المسؤوله من الاكستندد سبيكترم بيتا لاكتيميز ده بيعني انه كل البنسلينز والبي انكتيفيتد بالاضافه لكل السيفالوسبورينز انكلودنج الفيرس والسكند والسير والفورث جنريشن. اما اذا لقينا الان دي ام فده بيعني بالاضافه للبنسلينز والسيفالوسبورينز برضه هيكون معانا اللي هي الكاربينيمز كلها ريزيستنت. يبقى الان انا بدون ما اعمل الكلاسيكال انتي بايوتيك سسبتبيليتي تيستينج جست باي لوكينج انتو ذا جينوم داتا قدرت اعرف واعمل بريدكشن انه كيف حيكون شكل الفينوتايب كيف حيكون شكل الانتي بايوتيك ريزيستنس في اللاب. علشان كده الان زي ما ذكرنا المره الماضيه انه الان في عدد من السنترز بيجوا يستعملوا الكلينيكال ايسوليتس مباشره على طول بيعملوا منها سيكونسين وبيعملوا اللي هو اوتوميتد بايب لاين يعني اوتوميتد تولز كلها بتكون شغاله في شكل ورك فلو كامل تعمل ايدنتيفيكيشن تعمل بريدكشن للجينز تعمل كل الاشياء وفي الاخير نحصل على ريبورت. الريبورت اللي احنا ممكن نستعمله كلينيكال مايكروبيولوجي لاب. طيب نرجع مرة تانية للمين برزنتيشن ونواصل في السلايدز الموجودة. طيب زي ما قلت لكم نحن الآن ممكن ما نعتمد على اللي هو الكونفنشنال كلينيكال مايكروبيولوجي تكنيكس في الانفكيشن والانتي ميكروبيال سسبتبيليتي تيستينج وممكن نحن نعتمد اعتماد كامل على الهول جينوم سيكونس داتا في انه نحن نجاوب على الاسئله الاساسيه اللي نحن بنحتاجها في اي كلينيكال مايكروبيولوجي لاب اللي هو what is causing the infection and what is the characters of the genome which can be used to predict الفينوتايبس اللي نحن عاده بنفتش عليها اللي هي الانتيبايوتيك ريزيستنت مثلا الجينوتايبس بعض الفيتشرز زي السيروتايبس مثلا اذا كان الميكروب السيروتايبس هو مهمه الباثوجينيسيتي اذا كانت كان باثوجينيك اورجانيزم عايزين نعرف هل هو يعني تو ويتش ديجري الباثوجينيسيتي حتكون اذا كان في اذر فيتشرز زي مثلا البريزنس اوف سم توكسين جينز غيره وغيره وغيره من الاشياء كلها نحن ممكن نستعملها. طيب فيبقى نحن هاو تو يعني هول جينوم سيكونس داتا كان بي يوز تو انسر البيزك. البيزك معناتها ايه هو الميكروب وايش الانتيبايوتكس اللي susceptible ليها واللي resistant ليها. بالإضافة للأدفانس biological questions it's not only about answering the basic questions. طيب أنا will give an example of urinary isolate from مكة one of the hospitals in مكة. طيب نحن باستعمال اللي هو whole genome sequence data نحن we are able to characterize these isolates and we are able to identify البكتيريا اللي موجودة. وكان عندنا واحدة من الايسوليتس فيها اشريشة كولاي والايسوليت الثاني كان كليبسيلا نيموني both isolates were coming from urinary tract infection. طيب by using more tools نحن we are able also to predict الانتيبايوتيك susceptibility
يمكن احنا الان عرفنا الفينوتايب، انه الفينوتايبس بتاعنا كان في الشيشة كلها كان اكستند سبيكترم بيتا لاكتيميز اورجانيزم، وفي الكليب سيل النموني كان اللي هو كاربينيوم ريزيست. طيب كيف احنا عرفنا انه الميكروب اللي احنا شغالين عليه هو ASBL؟ طيب هنا باستعمال الجينز الانكودينج الريزيستن في الـ ASBL لقينا انه في CTXM15، وده بيعني انه الميكروب بتاعنا اكستند سبيكترم بيتا لاكتيميز بروديوسر. وبرضو عرفنا هو الكاربينيوم ريزيستن بانه بوجود الـ NDM1 في الجينوم. مثال ثاني اللي هو الانتيبايوتيك ريزيستنت جينز الايدنتيفايد في الاسينوتوباكتر بيوماني ايسوليت نمبر A1AB254. وقدرنا هنا نعرف انه مش بس يعني هل هو انتيبايوتيك ريزيستنت ولا، لكن قدرنا نعرف انه كل الجينز اللي مسؤوله من البيتا لاكتام انتيبايوتيك ريزيستنت، كل الجينز المسؤوله من الاماني جلايكوسايد ريزيستنت، السلفانومايد جينز والاذر جينز از ويل. يبقى عرفنا انه على مستوى الاسينوتوباكتر ده انه هو ما نقدر نعالجه باي واحده من البيتا لاكتامز زي مثلا الكاربينيبيمس اللي هي واحده من الدراجز الاساسيه اللي احنا بنستعملها تو تريت الاسينوتوباكتر بيومان انفكشنز. برضو الاميكيسين واحده من اهم الامانو جلايكوسايدز اللي بنستعمله تو تريت الاسينوتوباكتر بيومان انفكشن ستيل كان نوت يوز ات. السلفامسكسول ترايم سبريم سلفامسكسول واحده من برضو الميجر انتيبايوتكس المستعمله تو تريت الاسينوتوباكتر بيوماني ستيل وي كانوت يوز ات لانه عندنا السل 1 والسل 2 والاثنين والانكود ريزيستنت للسلفانو مايتس. فيبقى باستعمال الهول جينوم سيكونس داتا نحن وي ار ايبل تو كاركترايز الجينوم. طيب زي ما قلنا انه الريزيستنت ما بنشوف بس اللي هم كلهم الهايلايتد ان يلو ديل كلهم عباره عن البيتا لاكتام ريزيستنت جينز، لكن برضو بنبص على الأزر جينز الفينيكول الفينيكول ريزيستن يعني الكلوروفينيكول ريزيستن مثلا الترايموسبرين ريزيستن السلفانوميد ريزيستن الريفامبيسين الفلوروكيولونز والأزر ماكرولايتس. برضو بنشوف الجينز الكيولونز ريزيستنس برضو جينز تاني الأمانو جلايكوسايد. يبقى different classes من الانتيبايوتكس احنا ممكن نشوف الجينز اللي مسؤوله منها. احنا الان بس بنتكلم عن الانتيبايوتك ريزيستنت جينز اللي اكويرد من بكتيريا لبكتيريا يعني الاكويرد انتيبايوتك ريزيستنت جينز. طيب برضو ممكن احنا باستعمال الجينوم داتا نقدر نعرف البيهافير بتاعت الديفرنت اورجانيزمز في نفس الهوسبيتال سيتنج. يعني بنعرف مثلا انه احنا الاسيلتوباكتر بيوماني اللي موجوده مثلا في مستشفى معينه هي مينلي بتكون ريزيستنت لانتيبايوتكس معين بويتش ميكانيزمز. يعني فور اكزامبل مثلا اسيلتوباكتر بيوماني ولقينا انه في ان اكتيفيتين انزيمز، ولقينا برضو انه في فلكس بام جينز موجوده، وفي نفس الوقت لقينا انه في انسيرشن اليمنتس اللي هي ممكن تكون بتاثر على حاجه بسموها البوريندوس يعني البروتينز اللي مسؤوله من دخول الانتيبايوتكس داخل البكتيريا السلس. احيانا بيحصل فيها انتربشن للاوبن ريدنج فريمز اوف ذيس بروتين بيوصل انسيشن اليمنتس ويؤدي الى فقدان البروتينز، فده بخلي انه تركيز الانتيبايوتكس داخل البكتيريا يكون فيري لو، البكتيريا بتكون مقاومه. فيبقى اتس نوت اونلي اباوت ديتكتين اوف جينز، لا هي كمان بتساعدنا ان احنا تو اندرستاند الميكانيزم اوف ريزيستنت، لانه الميكانيزم اوف ريزيستنت not always related to single gene أو to single way of resistance. يعني الميكانيزم في السلسلة أحيانا بتكون فيها أكثر من factor. يعني لو لاحظنا في الأسينوتوباكتر هنا عندنا enzymes بتعمل inactivation للأنتيبايوتكس، عندنا genes مسؤولة من الأكتف
اللي هو الإفلكس بامبن، هو البامبن اوف ذا انتيبايوتيك اوتسايد اوف ذا بكتيريال سيل، وعندنا في نفس الوقت انسيرشن اليمنتس بتقلل من الدخول بتاع الانتيبايوتيك لداخل البكتيريا. مثلا في الكريبسيلا ممكن نلقى انه في انكتيفيتنج انزيمز من ديفرنت تايبس، في عندنا الاوكسا 84، عندنا اللي هو الان دي ام 1، ودي تو ديفرنت تايبس اوف بيتا لاكتيميزز ان اديشن تو فليكس بامب. في حين انه في نفس الهوسبيتال وجدنا السيروتروفوموناس مالتوفيلا، لكن كان الريزيستنت اونلي ديو تو فليكس بامب. يعني كلهم الثلاثه دين كانوا ريزيستنت للكاربينيبيمز كلهم، اللي هو الاسينوتوباكتر بيومانين كليفسيلا نيومونيه والسينوتروفوموناس كلهم كانوا كاربينيبيم ريزيستنت. ده الفينوتايب، لكن ما كنا عارفين انه كيف الثلاثه دين ريزيستنت للكاربينيبيم بدون ما نحن نشوف الجينوم كاركترايزيشن، بدون ما نشوف الجينوم سيكونس داتا. لكن بعد السيكونسين عرفنا انه والله السيروتروفوموناس مارتوفيلا كانت عندها مقدره انها تريزيست الكاربينيبيم بس بفيري اكتف فليكس بامب، في حين انه في الكليفسيل النومني كان في هيدرولايزين انزيمز وكان في فليكس بامب، وفي الاسينوتوباكتر ان اديشن للانكتيفيتنج انزيمز والفليكس بامب كان في برضه السيرشن اليمنتس بتقلل من دخول الانتيبايوتكس الكاربينيبيم لداخل الخليه. فيبقى الفكره من الاستعمال الهول جينوم سيكونس داتا ان نحن تو بيتر يعني كاركترايز الجينوم وتو بيتر اندرستاند الانتيبايوتيك سبتابيليتي والريزيستنت في البكتيريا. طيب ان سمري انا ام ريبيتينج ذا سيم سمري اوف ذا لاست يعني سيشن، انه اليوز اوف دي ان اي والار ان اي سيكونسين اذا كان تارجت سيكونسين او اذا كان هول جينوم سيكونسين او بيتا جينوميك سيكونسين بيساعدنا في الانفيكيشن اوف جنرال سبيشيز، بيساعدنا برضو انه تو بريدكت الفيتشر بيوند السبيشيز ليفل زي مثلا السيكونس تايبس والبلازميد بروفايلز وغيرها، وبرضو بيساعدنا انه احنا تو بريدكت حتى بعض السيرو تايبس الفيتشرز اللي نحن بنفتكر انها هي بس بنعملها عن طريق السيرو تايب، اللي نحن ممكن نستعملها عن طريق او نتعرف عليها عن طريق الجينوم سيكونس داتا in addition of course the antimicrobial resistance. وطبعا ان شاء الله ممكن نلقى فرصه نتكلم مره ثانيه زي ما تكلمنا المره الفاتحه انه الميتاجينوميك سيكونس داتا بتساعدنا تو ستدي الميكروبيال كوميونيتيز عايزه في الكلينيكال سبيسيمينز او في الانفايرمنتال سامبلز. وبالشريحه دي نكون وصلنا لنهايه الدرس بتاع اليوم، ونتمنى ان تكونوا استفدتوا منه، وإن شاء الله نترك الفرصة إذا كان في أي ملاحظات أو أي تعقيب من الإخوة الزملاء أو في أي أسئلة نحن نقدر نجاوب عليها. وشكرا جزيلا. نادر السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله، يعني الواحد مستمتع حقيقة بالعلم الغزير الذي طرحه بروف عبد الله عثمان، زادك الله وبارك الله فيك ونفع بك حقيقة. يعني ما عينه يا بروف عبد الله، ما ذكرت من يعني مدى أهمية الهول جينوم سيكونس still here نحن we are as you know we are third world country، يعني دول العالم الثالث والناس بادية هذا اللاين يعني الجديد. فمدى الاتشيفمنت يعني الناس يا ده بتعمل على مستوى بتاع ديتكشن للسكستينيس ار ان اي والتعرف على السبيشيز. فمرات مثلا يعني ده الملاحظ حس الان، يعني انا بوريك الحاجه الكرنتلي لطلبه البي اتش دي. فمعظم الناس بيجينا يعني نرقي الناس او نلزمهم بان يشتغلوا هول جينوم سيكونس للاشياء اللي انت تفضلت بذكرها واهميتها، لكن دائما الطالب هي سبورت هيم سيلف باي هيم سيلف، يعني فبيبقى مثلا يكون هو عامل قريب 300 400 عينه، فمدى امكانيه انه يعمل هول جينوم سيكونس؟ ده الجانب الاول. الجانب الثاني
يعني ذكرت في محضر حديثك يا أبو عبد الله أنه مفترض الإنسان، ودي في غياب تام حقيقة يعني إلا من رحم ربك، في غياب تام مرات اختيار الإلومنا، يعني أنت عارف زي ما عارف كم واحد فين ديفرنت إلومنا في الماي سيكس وفي الهاي سيك وكمية من حسب الجيجا بايتس بتاعتهم. فكثير من الناس بتحاول ترسل مثلا عينات بتاعت هول جينوم لكن ما عارف itself which selected protocol he should use. دي من المشاكل الآن المواجهة سواء كان على مستوى الإشراف أو سواء كان على مستوى الطلاب. الأمر الثالث مدى التطابق، زي ما يعني تفضلت في ذكر كلامك، مدى الفائدة بتاعت استخدام الidentification بتاع الفينوتيبك. يعني واحد بكلامك ده يعني طوال ممكن يقول يا أخي أنا والله بعد ما بدل اشتغل الشغل بتاع الكاركترايزيشن مباشرة وأعمل فايلوجيني وأقصد أعمل مورفولوجيكال كاركترايز على مستوى الفينوتايب وباي كيميكال تيست، طوالي أشيل الكلينيكال سامبل وأعمل لها اكستراكشن للدي ان اي وأقوم أرسلها دايركتلي وات ايفر هي تطلع شنو بعد ذاك في النهاية أنا أعرف الحاصل. وهل يبقى السؤال الأخير، وهل يبقى الخيار الأخير للعالم أنه should use in a protocol in different system hospital only whole genome sequence and بعد ذلك يعمل drop out لكل الميثود سواء كان الفيتيك أو المايكروسكان أو الأزر؟ And thank you very much. جزاك الله خير يا دكتور على صراحة ملاحظات القيمة، وأنت ذكرت عدد من الأشياء أنا كتبتها وححاول أرد عليها إن شاء الله one by one. أول حاجة إنه how to sequence، يعني هل نحن طلبة عندنا عايزين يشتغلوا على مثلا زي ما تفضلت عنده 300 isolate بتاع البكتيريا، هل يعمل لها كلها sequencing ولا يعمل sequencing لعدد معين منها؟ ودائما زي ما أنت قلت إن هما غالبا بيكونوا self funded وعندهم limited resources، فكيف يقدر يعملوا سيكونسين؟ الموضوع ببساطه بيعتمد على ايش؟ بيعتمد على اللي هو الاكسبيرمنت يعني سيت اب نفسها وعلى الريسيرش كويشن. انت عايز تجاوب ويتش ريسيرش كويشن؟ هل انا محتاج انه اعمل سيكونس ل 300 ايسوليت؟ احيانا ايوه واحيانا لا. انا اشتركت مع مجموعه بحثيه اشتغلوا على الهول جينوم سيكونس اوف 1200 Mycobacterium tuberculosis isolates، يعني عملوا سيكونس ل 1200 isolates، لكن ده كان عبارة عن collaboration بين many centers. نحن كان الcontribution بتاعنا كان 200 isolates من السعودية، هم اشتغلوا مع centers على مستوى العالم كلهم، فكل ناس كانوا بيعملوا سيكونس لوحدهم وجمعوا الداتا كلها مع بعض وعملوا لها analysis. أنا أذكر اشتغلت في بروجيكت تاني، أنا كان الكونتريبيوشن بتاعي 2 isolates only depending على الريسورسز اللي كانت متاحة، والايسوليتس اللي كانت عندي كانت 2 isolates من الكريبتوكوكس، وكان برضو الفكرة إنه أنا to donate a sequence ل other people they are collecting sequences from everywhere عشان يحطوها كلها مع بعض في one big analysis. طبعا ده كله كان for research، لكن السؤال احنا كم ايسوليت محتاجين احنا تو سيكونس؟ احنا اذا كان عندنا ريسورسز ممكن تو سيكونس 300 ايسوليتس كلها، لكن اذا ما كان عندنا ريسورسز احنا هنا وي نيد تو ميك ا سيليكشن اوف ريبريزنتيف سامبل من الايسوليتس نفسها نعمل لها سيكونس. طيب الموضوع المهم انه هاو تو سيكونس برضه حتى لو كانوا 10 ايسوليتس. احنا حقيقه المشكله ان احنا بنعرف انه في حاجه اسمها next generation sequencing، بنعرف ان في حاجه اسمها whole genome sequencing، لكن بصراحه ما عندنا التفاصيل الدقيقه اللي بتمكننا انه نحن لما نرسل عيناتنا للسيكونسينج سنتر. طبعا كلمه سيكونسينج سنتر دي ما عيب بالمناسبه، حتى على مستوى كبرى الجامعات في العالم ما اي ديبارتمنت بيكون عنده their own sequencer، في اغلب الاحيان بيكون في زي ما تقول Central Facilities، يكون في Core Lab بيحتوي على السيكونسر ويكون بيخدم الجامعة كلها أو أحيانا بيخدم المنطقة كلها، أو أحيانا الجامعة نفسها أو الريسيرش سنتر أو الهوسبيتال ما بيكون عندها أصلا سيكونسر، وإنما بترسل عيناتها
لشركات متخصصه، لانه لما انتم عارفين لما تتجمع العينات مع بعض ويعملوا لها رن مع بعض بيكون الكوست اقل. لكن احنا المفترض نكون عارفين انه لما نتواصل مع اي سيكونسنج سنتر او اي مثلا برايفت كومبانيز ذات بروفايد السيكونسنج سيرفيسز، لابد نكون عارفين بالضبط احنا عايزين منهم شنو. يعني ما نقول لهم احنا عايزين نعمل سيكونسنج خلاص، لان احنا لابد نقول لهم والله احنا عايزين نعمل هول جينوم سيكونس، وعايزين سيكونس كفر يكون اقل حاجه مثلا 50 اكس او يكون 70 اكس. ليه؟ لانه 50 اكس وال 70 اكس او ال 100 اكس ما هي مجرد رقم، وانما هذا الرقم بيتبني على السؤال بتاع الريسيرش اللي احنا عايزين نجاوب عنه. يعني مثلا في الدروفو اسامبلي في الهيومن جينوم احنا ما عايزين كفرج اكثر من 30 اكس. ليه انا اعمل 100 اكس؟ 100 اكس معناتها انا هدفع فلوس زياده، لكن لو عملت مثلا 30 اكس كفايه. نحن الجماعه اللي كنا شغالين معاهم في الكريبتو كوكس كان بيكفينا بس 50 اكس. يبقى انا ما احتاج انه انا تو انكريز السيكونس كفرج، لانه لو زدته انا هتكلف فلوس زياده اذا كان بعمل السيكونسنج بنفسي او اذا برسلها للسيكونسنج سنتر. فنحن حقيقه محتاجين نعمل ورك شوبس خاصه بحاجه اسمها اللي هو السيكونسنج يعني اكسبيرمنت سيت اب، يعني هاو تو سيت اب السيكونسنج اكسبيرمنت. طيب انت ده فيه اجابه برضو على سؤالك الثاني والثالث اللي هو انه السلكشن اوف سيكونسنج بلاتفورم و ويتش سامبل اي شود يوز فور سيكونسنج. هل انا اشيل كلينيكال ايسوليت يعني ايسوليتد بكتيريوم او ايسوليتد باراسايت في تيشو كلتشر مثلا او فيروس من تيشو كلتشر، ولا اخذ كلينيكال سامبل مباشره؟ هل انا اشتغل على الريتش جينوم يعني هل يكون عندي كورونا فيروس اعمل ريتشمنت جينوم باي بي سي ار فولود باي سيكونسنج، ولا اشتغل مباشره من النيزوفارينجال سواب؟ لانه ده بيختلف تماما في البلاتفورم المفترض تستعمله في الاكسبكتد داتا من السيكونس اللي انت هتحصل عليها. لانه ممكن ببساطه انت تعمل سيكونسنج من عينه زي ما انا حصلت علي في اول ايام بديت اشتغل سيكونسنج، ما كان حتى عندنا يعني اي فكره عن الداتا اناليسيس، فكان عندي ايسوليت بتاع بكتيريا انا عايز اشوف البكتيريا بيس اللي فيه. فعملت اللي هو محاوله للايسوليشن اوف ذا بكتيريا بيس من السويد ووتر، ونجحنا انه احنا نلقى في ليتيك فيجز، لكن ما عزلنا الفيرال او البكتيريا فيج دي ان اي مباشره من بقيه الدي ان اي اللي كان موجود في العينه. فلما مشينا عملنا سيكونسين لوحدنا، لما عملنا الداتا اناليز ما كنا بنعرف كيف نعملها، لما رسلناها للسيكونسين سنتر بس علشان تو انالايز الداتا ادونا انه معظم السيكونسز كانت عباره عن بكتيريال دي ان اي اكثر من انها تكون فايرال دي ان اي. فيبقى احيانا الخطا في او في الاغلب الخطا اللي بيحصل في السيكونسين سيت اب نفسه ده بيؤدي لانه يا اما احنا نتكلف فلوس كثيره او انه احنا نحصل على داتا غير جيده ما هي مناسبه للانسر بتاع الكوتش. فالكلام اللي ذكرته ده يا نادر بيجاوب على الاربع اسئله، انه هاو تو هاو ميني يعني ايسوليت اي شود سيكونس السلكشن اوف ذا سيكونسين بلاتفورم، هاو تو تشوز السامبل فور سيكونسين، واخيرا انه which area to sequence. هل انا always I need to sequence the whole genome، ولا انا do I need to go for target genes sequencing؟ يعني هل انا عندي genes معينة او في interest انا عايز اركز عليها، لانه ده احيانا بيكون very economical. يعني انا اديك مثال، لو انا شغال for example على isolates، نضرب مثال الايسوليتس دي بالنسبة لي انا عارف انها كلها بتحتوي على for example على كلها تحتوي على بروتين A gene for example، وأنا interested only for protein A gene analysis. فأنا بدل أعمل whole genome sequencing أنا I don't need to sequence the whole genome. أنا عارف إنه الميكروب هو Staphylococcus aureus، عرفته ب very simple test بالcoagulase test في اللاب. فخلاص أنا I need just to characterize the protein A. فأنا كل اللي أعمله ممكن أعمل enrichment لبروتين A من كل الايسوليتس، ممكن يكونوا 100 200 300 ايسوليتس، وارسل الريتش بارت اوف ذا جينوم للسيكونس سنتر، اقول لهم اعملوا لي سيكونس باصغر
فلو سيل عندكم، اذا كانوا شغالين على مثلا ليتس سيل الماي سيك اقول لهم اشتغلوا لي بالنانو فلو سيل، دي ارخص واحده، ولانه اصلا الداتا اللي حطلعها كافي جدا فور اناليسيس. او مثلا اذا شغال على فايرال سيكونسين مثلا الكورونا فايروس، ما احتاج انه انا استعمل الماي سيك، استعمل الفلو سيل العاديه، لانه حجم الداتا اللي بيطلع منها كبير، وبمثل الفرق تقريبا اولموست يعني ضعف السعر. يعني الفلو سيل بتاعت الماي سيك العاديه اللي بتطلع 15 جيجا اوف داتا بتكلف حوالي 16000 ريال عندنا في السعوديه، في حين انه الصغيره اللي هي بنسميها نحن النانو فلو سيل اللي بتطلع 500 ميجا بيزس فقط، وليس يعني جيجا بيزس، ميجا بيز 500 فقط، يعني نص جيجا، هذا كافي جدا بالنسبه لي انا تو سيكونس الفيروس، بل بالعكس دي كافي جدا انه اعمل 96 عينه 16 اس، كافي جدا فور بكتيريال ايدنتيفيكيشن. فيبقى نحن مشكلتنا انه نحن لابد نفهم هاو السيكونسين بلاتفورمز وركس، هاو تو سيت اب السيكونسين اكسبيرمنت، هاو تو تشوز التايب اوف لايبراري، هاو تو تشوز السيكونسين ديبس. دي كل اشياء انا ما اقدر اغطيها في محاضره ولا في درس، لكن دي احنا بنفتكر مفترض نعمل يوم كامل نتكلم عن السيكونسين سيت اب، لانه السيكونسين سيت اب ده اول حاجه بيساعد الاخوه الدكاتره المشرفين انهم يوجهوا الطلبه انهم يعملوا سيكونسين بالطريقه الصح. وانا متاكد لو عملنا كده اي واحد شغال ريسيرش الميكروبيولوجي ممكن عادي جدا يعمل سيكونسين كجزء من الشغل اللي بيشتغله بدون ما يتكلف مبلغ كبير. انا رفلي بتكلم عن $100، $100 ممكن تعمل بالنسبه لمعظم الريسيرش بتاع الماجستير او الدكتوراه، $100 $150 بالكثير ممكن تعمل لك سيكونس داتا محترمه، لكن يجب اختيارها بعنايه، لانك لو ما اخترتها بعنايه هتدفع $500 لايسوليت واحد بس وما هتحصل على الداتا، هتحصل على داتا جيده لكن دي ما الداتا اللي انت محتاجها، احيانا تحصل على داتا اكثر من اللازم. طيب اخر اجابه على اخر نقطه ذكرتها، انه هل نحن بندعو انه نحن تو ريبليس الكونفشنال مايكروبيولوجي تكنيكس بالسيكونسين؟ لا، احنا بنقول كده، لكن احنا بنقول انه الان في بعض اللابس عندها النيو استراتيجي بتاعتها انه يو دونت يوز الكونفشنال تكنيكس، انه مباشره يوز السيكونس. ليه؟ لانه ارخص واسرع ومور اكوريت ومور انفورماتيف. ايوه ارخص واسرع، اذا كان انا عندي الافريج تايم في البكتيريولوجي لاب تو ريليز الريزلت بتاعت وان ايسوليت وان كلينيكال ايسوليت حوالي 48 ساعه، انا ممكن اعمل سيكونسينج في 4 ساعات واحلل في ساعه او ساعتين، في 6 ساعات كحد اقصى انا ممكن اصل لكل الاشياء اللي بحصل فيها في 48 ساعه، فهو اسرع وارخص. ايوه، لانه انا ممكن الكوست لو انا عملت اكسبيرمنت سيت اب صحيح يكون الكوست ارخص ومور اكوريت. يس مور اكوريت، لانه كثير جدا الفينوتيبك ميثودز خاصه الاوتوميتد ميثودز زي الفايتكس زي الماكروسكان زي الفونكس اللي هم عندهم فيري جود ريزلتس، لكن ستيل في عدد كبير من الاورجانيزمز الكلينيكال ايسوليشن ما بيحصل لها ايدنتيفيكيشن، زي ما ذكرنا مثال في البيبر بتاعت الدرس اللي فات ذكرنا انه بنسميها اللي هي الكلينيكالي ديفيكلت تو ايدنتيفاي ايسوليت. في ايسوليتس كثيره يعني ما بمر علينا اسبوع في المستشفى الا وبيكون في ايسوليت ما معروف، البايتيك ما عارف، فالنوع ده من الايسوليت احنا اتسبست ان احنا تو جو فور يعني سيكونس بيست ايدنتيفيكيشن. لكن انا ام نوت سيد ان احنا وي نيد تو ستوب الكونفشنال تكنيكس. المره الماضيه انا ذكرت نقطه مهمه، قلت اذا انت عندك جرام نيجاتيف بكتيريا جروين ماكونكي وعملت لها اندول تيست وطلع بوزيتيف، ذير از نو نيد تو سيكونس، ما محتاجين تو سيكونس، يعني هي شريشة كولاي. لكن لو انا عايز اعرف الشريشة كولاي دي هل هي ديارجينيك سترين ولا لا، ارخص اعمل سيكونس. طيب هل اعمل سيكونس لكل الجينوم؟ لا، اي دونت نيد تو دو ذات، هعمل ريتشمنت لتو جينز، تو جينز اعمل لهم ريتشمنت وبعد ده اعمل اناليز للداتا واشوف الجينز دي والانكود ويتش تايب اوف الاتش انتيجين اند ويتش تايب اوف الاو انتيجين، وبكده اقدر اعمل بريدكشن للسيروتايب وتو افويد يوزين فيري اكسبنسيف اند فيري تايم كونسيومين سيروتايب الكلاسيكال سيروتايب. فيبقى احنا وي نيد تو نو اور كويشن
and we need to know how to solve it using a DNA sequence data. شكرا جزيلا. جزاك الله ألف خير. شايف دكتور هشام رافع يده، نديه السماح لين يتكلم. دكتور هشام. السلام عليكم يا مرحبا، شكرا دكتور عبد الله على المحاضرة المهمة جدا والمعلومات القيمة، جزاك الله خير ونفع الله بعلمك يا دكتور. سؤال بسيط عن الموضوع اللي هو اللي احنا في الانوتيشن او البريدكشن او الهيستن جين او الفيريولن جينز، يعني شايف بعض الاحيان نستخدم سوفت وير ونستخدم الثاني النتائج بتكون مختلفة، احنا لاي مدى ممكن ننسخ بسوفت وير معين مثلا مثلا زي الراوتر او الجلاكسي او اذر تولز، يعني بعض الاحيان يكون في اختلاف في الجينات اللي حصل لها بريدكشن. احسنت. طيب دائما البريدكشن يا دكتور هشام اذا كان فيه اختلاف ده بيرجع لحاجتين، بيرجع للالجوريزم اللي مستعمله الباي انفورماتيك تولز، وبيرجع للداتابيز اللي بيستعملها. انت يو هاف تو بي شور انه الداتابيز اللي انت بتستعملها هي الداتابيز الصحيحه. الشيء الثاني مفترض تكون متأكد من إنه التولز دي هي التولز الصحيحة اللي مفترض تجاوب على السؤال ده. وكمان مهم جدا تعرف إنه نوع الداتا السيكونس داتا اللي انت استعملتها. وأنا حضرب لكم مثال الآن right now. المثال ده يعني أنا حعمل مرة تانية share to my screen، لأن السؤال اللي ذكره دكتور هشام ده حقيقة سؤال مهم جدا، وأنا أشكره على إنه سأل السؤال ده. طيب لاحظوا مثلاً السكرين الآن للشير دي موجودة، ده عبارة عن تولز بيسميها الـ LRE، ودي بتعمل identification للجينس المسؤولة من الريزيستنت أو للريزيستنت في اللينوزيليت في الانتيروكوكاي. طيب لاحظوا إن إحنا باستعمال 28 23S التول عرفت انه الميكروب ده عبارة عن انتيروكوكس فيسي، كويس واضح كده ما في مشكلة صح؟ طيب يعني السبيشيز بريدكتد صحيح ما فيها كلام. طيب لكن لما جينا لما جينا نشوف اللي هو البوزيشنز اللي هو البريدكتد يعني فينوتايب، طلعوا انه البريدكتد فينوتايب انه سسبتبل. ليه؟ لانه وجدوا انه الجينس اللي موجوده هي الوايلد تايب، ما في ميوتيشن، يعني there is no mutation detected. واضح يا شباب؟ احنا كده مبسوطين مش كده؟ انه والله احنا خلاص استعملنا التول وطلعنا انه والله الميكروب بتاعنا ده ما عنده ميوتيشن خاصه باللينوزيليد ريزيست. لكن الكويس انه كتر خيرهم الناس اللي عملوا ديفلوبمنت للتول دي حطوا فيها warning system. فالwarning system قال انت عملت submission لsequence data with a 23S depth lower than 100. كويس؟ قال لي please note that you have submitted sequencing data with a 23S depth lower than 100. فقال this is may influence the interpretation of the data. Please ensure you are uploading raw genomina sequence data, not draft genome assemblies with appropriate depth of coverage. ليه؟ لأنه قال لي LRE finder has only been validated in genomina raw data reads in FASTQ format. طيب لو بصينا تحت هنا حلقة انه انا رفعت له الملف اسمه vre2context.fasta، فانا ما رفعت يعني ما استعملت الكوريكت سيكونس داتا، استعملت assembled جينوم. انا مفترض استعمل الفاستا كيو لانه التولز دي has not been validated for fasta file, has been only validated for raw sequence data, raw illumina sequence data. معناته انا مفترض كان استعمل اللي هو ايه، استعمل الفاستا كيو فايلز ريد 1 وريد 2، وما مفترض كان استعمل الفاستا فايل اللي هي تعتبر ملف بيحتوي على الاسمبلز فقط، الاسمبلز اوف ذا جينوم. طيب وفي نفس الوقت حتى البريدكشن اوف ذا سبيشيز قال لي والله ترى البريدكشن
احنا عملناه باستعمال ال 20 اس اس، لكن الكفرج بتاعك كان اقل من 100. يعني انا محتاج انه انا تو انكريز الكفرج تو بي شور انه الادوكيشن صحيحه. وليه عايز هو تو انكريز الكفرج؟ لانه ال 20 اس اس از ا كونزيرفد بارت اوف ذا جينوم على مستوى كل الفانجاي، في اختلافات بسيطه. فانا علشان تو يوز السيكونس اوف ذا 20 اس اس as a marker for identification, I need إنه to have a better sequencing coverage. فيبقى أنت يا دكتور هشام when you use different tools and you get a different result, you need to be sure إنك you are using the correct type of sequence data, إنك you are using the correct tool. لأنه في بعض التولز designed for Illumina sequence data is not designed for BACBio or X4 Nanopore or مثلا اين تورنت داتا ما اوبتمايزد، ف it might give you inconsistent result. في بعض التولز هي مصممه على الشورت ريدز، وانت قد تكون بتستعمل باك بايو سيكونس داتا فالريدز طويله. في بعض التولز بتكون مصممه على مثلا على يعني بلاتفورم معينه، فانت بتستعمل بلاتفورم مختلف. يعني في بعضها الشورت وانت بتستعملها على حاجه هي ديزاين فور لونج ريتس، انت بتستعمل شورت ريتس او العكس. او في تولز مخصصه للإيلومينا داتا وانت بتستعمل داتا ما هي إيلومينا. فدي دي المصادر بتاعت الاخطاء. المصدر الاخير قلنا اللي هو الاول، قلنا اللي هو الانبوت سيكونس داتا، التول نفسها هل هي التول مناسبه ولا ما مناسبه للنوع ده من الداتا ولا لا. والاخير اللي هو الداتا بيزز اللي انت مستعملها. احيانا بيكون التول عندها داتا بيز مختلفه، فاذا كان ببساطه الريفرنس سيكونس ما موجوده في الداتا بيز بتاعه التول الاول، معناتها ما حتظهر لك في التول الثاني، ممكن تظهر هنا وما تظهر هنا. علشان كده انا بفضل انك انت تيوز يور اون داتا بيز. تتذكر المره الماضيه لما كنا بنتكلم عن الاي تي اس sequences واستعمالها للفنجل ايدنتيفيكيشن، قلنا نحن بنفضل نستعمل مثلا اليونيتي داتابيس، لان اليونيتي داتابيس عباره عن سيلكتد داتابيس او سيلكتد سيكونسز، حطوها في داتابيس فنحن عارفين وات وي ار يوزنج. وضربنا مثال بسيط، قلنا ما ممكن انا اقيس البروتين باستعمال جلوكوز ستاندر. When I measure the protein, I need to use a protein standard, not a glucose standard. نفس المسألة، الداتابيز إذا ما كان بيحتوي على correct sequences ما حتدينا good result. ويمكن من المثال اللي ذكرناه قبل شوية هنا، لو شايفين المثال ده اللي هو البلازميد prediction لشريشة كولاي باستعمال wrong sequence wrong database، هنا ما طلع لنا أي ولا واحد من البلازميد ظهر. ليه؟ لأنه نحن we are using incorrect اللي هي database. ولما عدنا نفس التست على نفس الميكروب اللي هو نفس الايسوليت اللي هو اليو 19، لكن استعملنا الكوريكت داتا بيس طلع لنا زي 7 أو 8 بلازميدز. فالديسكربنسيز اللي بتحصل في الريزلتس هي اما مشكله في الداتا بيس او مشكله في التول او مشكله في الانبوت سيكونس داتا، واحده منهم يو هاف تو تشيك ات ان شاء الله يو سولف. نادر شكله نادر طلع من الاهتمام. دكتور نادر anyway، اذا في اي اسئله ما زالت في الدكتور ياسين او من الشباب الباقيين او من اللايف على الفيسبوك نحن جاهزين. والله I can check. بس السلام عليكم. السلام. في سؤال ثاني ياسين؟ انا داير اشوف بس الكومنت في الفيسبوك اذا في questions. تمام.
Actually, I don't see any questions. Okay, fine. Should be fine. تمام. شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور عبد الله حقيقة يعني very informative. الله يبارك فيك بارك الله فيك جميعا شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور نادر عندك حاجة تقدر تضيفها ولا should we close؟ لا والله يا أخي كنت بسأل يا بروف عبد الله يعني من الأشياء الملاحظة لبعض أوراق الناس في السودان بيستخدموا مرات أحيانا الـ 16S RNA يعني بيستخدموه أحيانا لشغل بتاع فايلوجيني يعني واحد تلقى عمل مثلا ستافيلوكوكس أوريوس أو عمل عزل لأي واحدة من الجرام نيجاتيف بكتيريا ويرسل السامبول السيكونس اللي بيجي بيقوم بيعمل لها فايلوجيني فمدى صحة الأمر ده فالبس إنه يشتغل على مستوى هول جينوم سيكونس في الفايلوجيني ولا على مستوى 16S RNA. طيب شكرا يا دكتور نادر ده يعتمد على انه السؤال المطروح شنو هل هو عايز يقارن الـ مثلا نفترض انه اشتغل على شريشة كولاي مثلا او على السالمونيلا وعنده 100 ايسوليت هل هو عايز يقارن السالمونيلا مع بعض ولا عايز يقارن السالمونيلا دي اللي اشتغلها او استعملها او عزلها في السودان مع سالمونيلا مثلا من منطقة تانية أو عايز يقارن السالمونيلا مثلا مع أذر بكتيريا من الجرام نيجاتيف بكتيريا من الانتيرو بكتيرياسي لا أيوة تمام حقيقة سؤال مهم جدا معظم الأوراق بيقوم مثلا يكون عمل 12 ايسوليت مثلا للستافيلوكوكس للكليبسيلا وات ايفر من الاسترين بيقوم هو داري يقارن السترين يشوفه بأذر سترين من نفس الجينس فمرات احيانا يقوم يسهر لنا مثلا في الفايلوجيني انه والله ال 12 السترين اللي تم الايسوليت في احيانا ديسكريبنسي بيناتهم في اختلاف يعني من ناحيه التسلسل اكوردنج لل 16 اس ار ان اي ومثلا ويلقى انه في مقاربه بينه مثلا بواحده من عينات تحت استراليا او عينات تاعت ايكولاي في اليابان وهكذا يعني اي بس طبعا يا دكتور نادر الموضوع ده بيحصل في الاوراق معظمها يعني بتنشر من السودان انا عدته انا في الفايلوجيني ما راجل خبير لكن على حد يعني معرفتي انه الفايلوجيني يعتمد على السلكشن اوف جينز او سلكتين اوف بارت اوف الجينوم يوز فور الفايلوجينيتكس لانه اذا انت قارنت على دائما الرايبوزوم الدي ان اي هي يعني targets مفيدة to study a distantly related يعني isolates بمعنى إنه أنا لو عندي for example نضرب مثال لو أنا عندي الآن isolate أنا ما أعرف هل هو إشريشة كولاي ولا هو سيتروباكتر ولا هو مثلا let's say بروتياس أو كليفشين يعني هم كلهم إنتروباكترياس لكن أنا عندي isolate أنا عارف إنه هو جرام نيجاتيف نون فيرمنتيف سترينت اللي هو بوزيتيف خلاص ده كده باي ديفينيشن مفترض يكون انتيرو بكتيرياسي صح ولا ما صح اللي هو يكون جرام نيجاتيف نون فيرمنتيف ونون فاستيديس ويكون نيتريت بوزيتيف يعني بيعمل اللي هو النيتريت النيتريت ريدكشن خلاص ده كده باي ديفينيشن هو مفترض إن احنا نقول ده انتيرو بكتيرياسي لكن أنا ما عارف هل هو يعني الاتيبيكال يعني بكيميكال بروفايل اللي طلع عندي هل هو الميكروب ده البكتيريا دي الانتيروبكترياسي دي هل هي اقرب للشريشة كولاي ولا اقرب للسالمونيلا ولا اقرب للبروتيس ولا للكليبسيلا ما اعرف هنا ال 16S ribosomal RNA phylogenetics is very useful لانه مجرد ما انت تحطه تعمل الفايلوجينيتك تري هتلقاو انه ايزر هو اقرب للشريشة كولاي او اقرب للسالمونيلا او اقرب لغيره فهنا بيجا مفيد انه نحن تو ستادي الفايلوجينيتك ريليشن شيب يعني نشوف البوزيشن بتاع الايسوليت تبعنا ده وين موجود بالنسبه للاذر ممبرز اوف الانتيروبكتيريس لكن لو انا حطيت في الفايلوجينيتك تري حطيت مثلا قول سينوتوباكتر مثلا اللي هي نان فيرمنتيف جرام نيجاتيف باسيلاي هي ما انتيروبكتيريس او حطيت مثلا ليتس سي هيموفيلاس ولا حطيت نيسيريا كلها حطيت 16S بتاع اي بكتيريا ان ريليتد
هنا طوالي حلقه انه كل الايسوليز ديل برغم ان هم كان بينهم ديفرنس حلقهم فيري كلوز تو ايتش اذر، ليه؟ لانه انا حطيت في التري حاجه ان ريليتد، فحلقه انه في فرق كبير المولكيولار ديستنس بيجا كبير بين الايسوليز اللي كانت في البدايه في بيناتها فروقات، لكن لما حطيت اورجانيزم بعيد منهم في الفايلوجيني بيجا خلاص بيجا هم ريليتد تو ايتش اذر، يعني مور كلاسترز توجذر ببساطه، ليه؟ لانه انت عملت ما تقول في التري حاجه مختلفه. عشان كده انا بفضل نستعمل الفايلوجينيتيك على مستوى السكستين اس او الاي تي اس او الاذر جينز اللي هي اللي بتكون مسؤوله او بنستعملها كماركر فور ايدنتيفيكيشن، نستعملها بحذر ونحط معاها اذر اورجانيزم عشان ندرس فعلا الريليشن بين الديفرنت اورجانيزمز. بالنسبه للهول جينوم فايلوجيني بنستعمله احنا دائما لنفس الايسوليتس، يعني اذا عندنا ايسوليتس كلها جايه من شيشك والله مثلا وعايزين نعمل الهول جينوم سنيب بيست فايلوجيني، ايوه هنا بكون مفيد في الهوستر مولكيولار ابيديولوجي، ان احنا نعرف انه المجموعه دي من الايسوليتس ار كلاسترد توجذر، زي ما بنعمل مثلا الان حاليا في الكورونا فيروس، بنعمل مثلا سيكونس للجينوم ونقارن الجينوم، نعمل يعني مالتيبل سيكونسز الاينمنت ونعمل فايلوجينيتك تري، فنقول والله انه مثلا الكوفيد 19 اقرب واحد له اللي هو الكورونا فيروس الايسوليتد من الباتس، عشان كده بنقول ده خلاص ده اقرب واحد له، وهو المجموعه دي مع بعض اقرب واحد لها مثلا السارس، فهو اقرب للسارس من الميرس كوفي فور اكزامبل، فهنا الفايلوجيني عنده معنى. لكن اذا انا عزلت مثلا بكتيريا من نفس الهوسبيتال سيتنج وبس استعملت السكستين اس في الغالب ما بلقى فروقات كبيره، لانه زي ما قلت لكم انه الايفوليوشن ريت في الرايبوزومال دي ان اي از لو، فبيصلح انك تستدي الانريليتد يعني بكتيريال او الانريليتد فانجاي حتى في الرايبوزومال دي ان اي في الفانجاي rather than studying the same bacteria or the same fungus، لانه the same fungus ما حيكون في فروقات كبيره تقدر تدرس بها الفايلوجيني. عشان كده لو انت عندك مثلا قول كلينيكال ايسوليتس كامين من نفس الهوسبيتال عايز تدرس العلاقات بينهم، الافضل تستعمل المالتي لوكس سيكونس تايب، ليه؟ لانه المالتي لوكس يو ار نوت يوزينج اونلي وان لوكس، يو ار يوزينج مالتيبل لوساي ات ذا سيم تايم، يو ار يوزينج هاوس كيبنج جينز، الايفولوشن ريت بتاعها بيكون ضعيف، وفي نفس الوقت عندك داتا بيز من ديفرنت اليلز لكل جين، تقدر تعرف الاليليك بروفايل لكل اكسبيرمنت، فتقدر تستعمل. عشان كده المالتي لوكال سيكونس تايبين از ماتش بيتر تو يعني تو ستدي الديفرنت جينوتايبس في بكتيريا وزين ذا سيم سبيشيز اكثر من ال 16S. 16S ممتازه لو انت بتستعملها على مستوى ان ريليتد بكتيريال سبيشيز، اذا عايز تستعمل نفس الميكروب تعمل فايلوجينيتي تري جميله ومفيده وانفورماتيف، لابد تكبر شويه التارجت بتاعتك، اتليست ممكن تستعمل مالتيبل لوساي او اذا قدرت تستعمل الانتاير جينوم زي ما بنعمل في كورونا فيروس فور اكزامبل. لكن برضو مع ده انا اعتذر من الفايلوجينيتكس، انا افتكر انه في ناس احسن مني فيها وبيعرفوها افضل مني، ومنهم الجروب اخوتنا دكتوره ساره عبد الله، انا افتكر انها خاصه في المايكولوجي شي كان بي ذا اكسبيرت ناو فور telling us about the phylogeny في especially في medically important fungi، فأتمنى لو تقدروا تعملوا معها session تقدم لنا حاجة كده عن الفايلوجيني بحيث نستفيد من خبرتها. تمام، أنا عندي معلش سؤال يا دكتور، إذا بقولوا الجماعة يعني forgive my ignorance يعني لأنه التوبيك يعني شوية مني بعدت منه يعني، لكن مثلا في الانفكشن كنترول يعني مثلا اذا دايرين تو تريس مثلا لو افترضنا انه عندنا اوت بريك في مستشفى مثلا ودايرين تو تريس بيشنت زيرو او مثلا السورس بتاع الاوت بريك، بنستخدم يا تو نوع من السيكونسينج ويا تو تولز، يعني هل واحده من التولز اللي انت وريتنا ليها دي ولا لا؟ التولز اللي استعملناها دي يا دكتور بس بتوريك ممكن تعمل لك بريدكشن للديفرنت جينوتايبس او السيكونس تايبس، فور اكزامبل ممكن نستعمل المالتي لوكال سيكونس تايب، ودي واحده من احسن واسرع التكنيكس اللي بتقول لك والله انه تو ايسوليتس ديل
عندهم ذا سيم سيكونس تايب، وبالتالي هم عندهم كومن سورس، يعني هم جايين من نفس السورس، او انه في الانفكشن دي كروس انفكشن بين الاثنين. فلو لقيت انه الاوت بريك ايسوليتس كلهم ذا سيم سيكونس تايب، ديفينتلي ذيس ويل بروف انه ذيس از ان اوت بريك. لكن اف يو لايك تو تريس السورس والهيستوري بتاع الاوت بريك، يعني هو بيكام انفكتد فيرست، هنا المالتي لوكال سيكونس تايب ما يكفي. انت هنا يريد انك تنكلود مور سيكونسز وتعمل مالتيبل سيكونس الاينمنت وليس مالتي لوكال سيكونس تايب، لان المالتي لوكال سيكونس تايب يختلف من المالتيبل سيكونسز الاينمنت. يعني بتحتاج تستعمل تول زي الكلاستر اوميجا والكلاستر دبليو، او ممكن تستعمل في اللي هو بيسموه ايه ده برنامج مشهور انا بس نسيت اسمه، ميجا 7 مثلا ممكن تستعمله. فده بيدرس لك، ده بيعمل مالتيبل سيكونسز الاينمنت. طبعا في تولز كثيره للمالتيبل سيكونسز الاينمنت، اذا كانت شورت سيكونسز من احسن الاشياء فيها الكلاستر اوميجا والكلاستر دبليو. ممكن تستعمل حاجه اسمها المصل برضو، وممكن تستعمل حاجه اسمها المويف. دي كلها عباره عن تولز بتاعت مالتيبل سيكونس. على المويف مفيد جدا اذا انت عايز تعمل الهول جينوم، يعني مثلا عندك مجموعه من الفيرال اوت بريك وقمت عملت سيكونس لديفرنت فيروسز وعايز تعمل الاينمنت للهول جينوم، او حتى على مستوى البكتيريا ممكن تستعمل هول جينوم الاينمنت، تحتاج لتولز معينه زي البيف. لكن الشاهد انه لو عايز بس تعرف ان هم ريليتد ولا ان ريليتد، افضل حاجه واسرع حاجه المالتي لوكال سيكونس تايب. لكن عايز تدرس الهيستوري بتاع الاوت بريك، ده بتحتاج لافضل انك تعمل اللي هو مالتيبل سيكونس الاينمنت، لانه في عندهم حاجه بيستعملوها بيسموها البوليكولار كلوك، بيدرسوا بيها انه يعني شوف الريفوليوشن ريت، وعلى اساس نقول والله انه اول واحد في الجماعه دي اللي جاوا الانفكشن هو ده بيشنت رقم A ولا B ولا C، ديبندن على الماركرز اللي بيشوفوها اللي هو التشنجز اللي بتحصل والسبونتينس ميوتيشنز، بيقيسوا الريت بطريقه معينه وبيحسبوا لك مين الاولدرز اند اذر. لكن فور جست كلينيكال انفستيجيشن، يعني اوت بريك انفستيجيشن، عشان تعرف هل الايسوليتس دي ان اوت بريك ايسوليتس ولا لا، ممكن تستعمل المالتي لوكال سيكونس تايب، يعتبر اسهل واسرع تكنيك. تمام. انا بس سالت السؤال ليه، لانه يعني مثلا شكرا يا ابو رفاعه عبد الله، قريبه لي دي اللي هي لما نعمل ار ان اي سيكونسنج، ودايرين نشوف مثلا الخلايا في مثلا عايزين نشوف خلايا معينه، عايزين نشوف مثلا وين الخلايا البنويه ومن الخلايا ممكن تكون جايه منها، بيعملوا حاجه اسمها تراجكتوري اناليسيس. فممكن تشوف بعد ذاك الديفرنشيشن يعني. فهي دي سيميلر ليا تقريبا، انك انت لازم تعمل الاينمنت للمالتيبل جينز المالتيبل سيكونسز، وبعد ذاك تشوف اذا كان حصل لها او يعني تشوف الايفولوشن ريت فيها يعني. صح، وكله بيز على الايفولوشن ريت عشان تقدر في الاقدم من الثانيه تشوف. تمام. فرانكلي يا دكتور عبد الله معلش، اللي هي العمليه بتاعت الاساس لما تجيك الداتا من ماكروجين كسيكونس فايل في فاستا، ده اللي بيدعمل يعني، ده اللي بنعمله يعني احنا ودكتور هشام والجروب بتاعنا المايكرو يعني. فبيجيك السامبل انت مرات بليه بتعمل لها سيكونس، انت داير توري مثلا زي مثلا احنا بتكون عندنا عينات كلينيكالي بتكون مرات احيانا اللي هي نزوكوميال، وفي عينات بتكون اكويرد من الكوميونتي، وبعدين بيكون نفس الايكولاي او الكليبسيلا اللي هي الموست كومن واللي هي دائما هي الدوميننت كانفكشوز ديزيز في الجرام نيجاتيف والاحسن الكير على. فبيكون انت عندك اهتمامك، عندك ديفرنت سورس من الكلينيكال سامبل، وعندك ايضا اكوايرد وكوميونتي، فبتكون انت دا اقصد اكوايرد ومزوكوميال. فانت داير تعرف انه السترين دي في ما بيناتها مختلفه للكليبسيلا اتسيلف. فالمتاح عندنا طبعا نستخدم 16 sRNA، يعني مرات ممكن نكون عارفين احنا بالبرايمر عملنا مثلا ديتكشن ان دي كليبسيلا نموني يعني في الجلد، خلاص عرفنا كليبسيلا نموني، بعد ذاك يلا بنقوم نشيل نعمل لها سيكونس. طبعا لما نجي نعمل بلاستنج في الـ NCBI وزاوت التولز الكومون اللي هي استخدمتها على اساس انه دي سنجل او سانجر ميثود، فبقوم بيورينا انه السامبل حقتنا انه اقرب
سبيشيس لا خلاص اكلينه كلبسلة. طب بعد ما عملنا انه كلبسلة بنقارن بنشيل ال 12 سترين اللي احنا ارسلناه مع الاقرب والابعد سترين من دول العالم عشان نقوم نعرف مثلا من خلال الفايلوجيني انه السترينز بتاعتنا بتاعت الكلبسلة مدى توافقه واختلافه مع الكلبسلة بتاعت العالم. ده اللي بيحصل في كل الابليكيشن الموجود عندنا يعني. فمدى صحة ذلك وشام معانا في الجروب. انا ما اعرف لكن انا ما ادري ازعل الناس لكن انا شايف ان الطريقه دي ما صحيحه لانه الماركر ده لو 16 اس ما ديزايند علشان تدفرنشيت السبيشيز او البكتيريا وذ سيم سبيشيز. هو معمول عشان يقول لك انها هي كليبسيلا خلاص. معناتها لما الطلبة هو معمول عشان كده معناتها هم كلهم متشابهين. حتى لو كان في سنجل ميوتيشن واحده ولا اثنين دي ما عندها اي سيجنيفيكانس. في الاخير انت بتقول والله انه based on this 16S sequence البكتيريا دي كليبسيلا. لو قارنتها مع بكتيريا تانية مثلا جاية من other source geographically يعني different source وكانت بتشبهها مش معناتها انها هي زي هي نفسها لا معناتها هي كليبسيلا برضو. ما هم كل الكليبسيلات مثلا او الشكلات كلهم مفترض يكون عندهم the same sequence. اذا كان في فروقات الفروقات دي ما حاجة significant بالمناسبة لانه لو بصيت على 16S جين كومبلكس بتكون من 9 variable regions والبقية عبارة عن constant regions. فالvariable regions دي هي variable لكن الvariability بتاعتها ما بتقول لك انه ده مكروب مختلف ولا انه ده related ولا ده related. انا افضل بالنسبة للنوع من الدراسات انك شغال على السالمونيلا شوف الهاوس كيبنج جينز المسؤولة من المالتي لوكس او اللي بيستعملوها للمالتي لوكس سيكونس تايمين واعمل لها انريتشمنت بالبي سي ار واعمل سانجر سيكونس. اقول الكلام ده مره تاني. عندك 100 ايسوليت ال 100 ايسوليت ديل كل ايسوليت بيكون يعني كل سبيشيز عندها يعني سيم خاص بها يعني في جينز معينه بيستعملوها للمالتي لوكال سيكونس تايب هي 7. فيبقى انا عندي 100 في 7 ده هيبقى كام 7000 شنو 7000 امبليكوس. هعمل لهم كام بي سي ار ال 7000 امبليكونز دي كلها مع بعض كده بحطها في تيوب واحده وبعمل لها سيكونسين في اكسبيرمنت واحده ما تكلفني $100 $50 ما تكلف. اجي بعد ده اعمل ايه اجي اعمل في تولز بتستعمل السانجر سيكونس داتا تو بريدكت المالتي لوكال سيكونس تايب وفي تولز بتستعمل الان جي اس داتا. انت ما محتاج ان يكون عندك ان جي اس داتا علشان تعمل مالتي لوكال سيكونس تايب. تستعمل الساندر سيكونس داتا تو بريدكت الاليليك بروفايل بتاع 100 ايسوليت. This is the best way انه تو تيل ان الايسوليت دي ريليتد ولا ان ريليتد. لكن تشتغل على حاجه هي اصلا مفترض تكون ما فيها ديفرنسز ما عندها معنى. حتى لو انت فيش تشابه بين الايسوليت بتاعتك وبين الايسوليت اللي في الصين ما معناته انتوا الايسوليت بتاعتنا في السودان زي الصينيه لا هم كلهم مش شكل لاي. وانت شغال على تارجت قلت لك الايفولوشن ريت فيه منخفض. لو كان الايفولوشن ريت عالي في الرايبوزوم دي ان اي ما كنا احنا نستعمله فور ايدنتيفيكيشن لانه معناتها ان هي تختلف من كل سترين وسترين لان احنا بنستعملها لان هي كونزيرفد لانها كونزيرف ولو فيها ايفولوشن بيكون ضعيف. طيب لكن انا ما قلت لك انا عندي انون بكتيريا او فنجس ايوه استعمل الرايبوزومال دي ان اي از ا ماركر فور ايدنتيفيكيشن وليست ماركر فور تايب. دي ما الماركر اللي احنا بنستعملها عشان افرق بين الشريش كولاي نفسها او الكليبسيلا نفسها او الكريبتوكوكس لوحدها لا دي بنستعملها تو ايدنتيفاي فور ايدنتيفيكيشن لان احنا متوقعين انه كل الكليبسيلا يكون عندها نفس ال 16S دي ان اي سيكونس خاصه يعني على مستوى السبيشيز وكل الستاف مثلا الفانجاي مثلا السبروجيلاس فوميجاتس هيكون عندها نفس الاي تي اس سيكونس وخاصه الاي تي اس 2. يبقى انا بستعمل الماركرز دي مش فور جينوتايبين بل فور ايدنتيفيكيشن. جزاك الله خير على المداخله القيمه. طبعا احنا الحقيقه كنا بنعتمد على المدى الايدنتيتي بتاع اظهرته انه مثلا ده 70% ده كذا ولما تيجي تدخله في الفايلوجيني بيديك الفاريشن
وبكون دايما معظم الناس بكون على الدسكشن، يعني يقول والله ممكن تكون السورس بتاعت الانفكشن دي جاتنا من مصر مثلا في المايكوباكتيريوم تبركلوزيس، لانه اقرب سلاله لا مصر، فبالتالي ممكن تكون بنقعد يعني بتكون بتلقى في تبرير وبنعمل جاستيفاين بانه والله السورس بتاعتها لانه في تجاره بين مصر والسودان، فالسورس بتاعها هي جاتنا من مصر بزاوية عامة، وكل مرة تصحح المفاهيم بإذن الله. وشكرا لك وبارك الله فيك. طيب شكرا جزيلا. أنا شايف بعد ده نختم لأنه حتى الوقت عندك متأخر يا دكتور عبد الله، صح؟ صحيح، الله يجزيكم خير. شكرا لكم، نتمنى على حضوركم وصبركم علينا، ونقابلكم إن شاء الله المرة الجاية، ونتمنى لكم وقت سعيد إن شاء الله. لا بالعكس، لك أنت يا دكتور شكرا جزيلا لك أنت، وربنا إن شاء الله زي ما بقولوا الله يبارك فيك، جزاك الله خير من وقتك. جزاكم الله خير يا بارك الله. جزاكم الله خير وبارك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.